قبل قبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها أقبل أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا المساء، هذا المساء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم استراحة المرقاب. في هذا المساء الختامي الذي نودعكم فيه ونودعكم في استراحة المرقاب، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك ببرامج جديدة ومتجددة عبر شاشتكم المرقاب. هذا المساء سيكون معنا نجم من الطراز الفاخر إن صح التعبير، نجم شق ساحة المحاورة وأثبت وجوده، سموه محبوه الشبح، الكينج، كثير من الأسماء وكثير من الألقاب التي أراد له محبوه أن يكون في هذا الرجل، أحد أهرامات ساحة المحاورة وأحد أهرامات الساحة الشعرية. حبيب العازمي سيكون معنا هذا المساء في استراحة المرقاب، وسيكون أيضا معكم أنتم مشاهدي الكرام عبر تويتر، عبر الواتساب، عبر هاشتاغ استراحة المرقاب، عبر الواتساب اللي بيكون معكم أيضا في بيطلع معكم بالشاشة هذا المساء. وفي البداية قبل أرحب بضيفنا أبو فيصل الذي جعلنا الختام معه مسك في استراحة المرقاب ومع محبيه اللي تفاعلوا مع الأمانة بشكل كبير اليومين الماضية عندما علموا أن استراحة المرقاب سوف تختتم برجل وبشاعر بحجم حبيب العازمي. يرحب بداية بالمتألق دائما والمبدع بندر عتيبي، حياك ربنا. مرحبا الله ومسهلا، مساك الله بالخير ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. الليلة ختامها مسك في استراحة المرقاب، نتمنى أن ما قدمناه في 20 ليلة الماضية نال استحسانكم ورضاكم. اليوم مع علم من أعلام شعر المحاورة. الألقاب كثيرة لحبيب العازمي، ولكن لعلمي بأن حبيب العازمي لا يحبذ الألقاب ولا يعترف بها، سأتركها وسأقول حبيب العازمي ويكفي اسم حبيب العازمي. مساك الله بالخير ابو فيصل. مساك الله بالخير. مرحبا ابو فيصل. مسي عليكم وعلى المشاهدين وعلى المتابعين لهذا البرنامج والحبيب العازمي، سواء في هذا البرنامج او في الشاشات الاخرى او التواصل او منابر الشعر، شعر المحاور. مرحبا فيك حياك الله. ألقاب كثيرة وأسماء كثيرة، أعرف أنه أنت لا تحبذها ولا تعترف بها، بعكس بعض الشعراء اللي إذا جاه لقب تمسك فيه وقام يكتبه وراء كل اسمه ما باقي إلا يضيفه في البطاقة. لكن أنا بقول الشاعر المجدد اللي بدأ في شعر المحاورة بالتجديد وكان يلقب في التسعينات بمنقذ شعر المحاورة. لماذا سميت بالمنقذ وأنه أنت قدمت المحاورة في ظل أنه كان في شعراء أعلام سبقوك وأنت شاب تدخل معهم؟ كان في مطلق الثبيتي، كان فيه رشيد الزلامي، كان فيه صياف الحربي، كان فيه أعتقد على أواخر شليوح بن شلاح، كان فيه أسماء كبيرة، وجاء حبيب وظهر بالمحاورة بشكل مغاير وأعاد لها جماهيريتها. أولا اسمحوا لي بس في ثانية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يتم لنا هذا الشهر ويختم لنا بالعتق والغفران والعتق من النيران إن شاء الله احنا والمسلمين عامة. كذلك أتقدم بخالص التعزية لقبيلة حرب ولأبناء الشاعر عبد الله بن زويب بن الحربي الله يرحمه، ولأخوانه وابناء عمومته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته. وهذا الشاعر لا شك أنه شاعر علم ورمز من رموز الشعر ورمز من رموز الرجولة، ولكن قضى الله فوق كل شيء، وهذا طريق
نمشي مع حنا وغيرنا، أحد يصل اليوم وأحد يصل بكرة، ولكن نسأل الله حسن الختام لنا ولجميع المسلمين. دائما الإنسان لما يتكلم عن نفسه يعتبر تحت مجهر النقد، والنقد البناء يرحب بكل صاحب عقل، كل صاحب ذوق. المحاورة تعرف أنها فن متجدد ما يمكن يندثر، فهو على قول التجار العقار يقول العقار يمرض ولا يموت. المحاورة يصير لها هدوء، فترة ركود، ثم تعيد نشاطها وحيويتها من خلال الشعراء. طبعا أنا ما أتذكر موضوع المنقذ وهذا، أتذكر أنه كان فيه استطلاع في اللهم صل على محمد في مجلة قطوف كانت تصدر من الكويت على ما أعتقد، كان فيه استطلاع أخذوا فيه رأي الشعراء بداية من أحمد الناصر ومستور العصيمي وصياف الحربي و اللهم صل على محمد ورشيد الزلامي ومصلح بن عياد الحارثي وجر الله الصوات وحوض الله أبو مشعاب. كان فيه استطلاع يعني هل فيه فعل نقلة نوعية في المحاورة، والكلام هذا حصل عام 1413، لأنه التاريخ هذا بالذات صار فيه نقلة للمحاورة من خلال الجيل الجديد، صار فيه طال عمرك توجه جديد، صار فيه إثارة للمحاورة، صار فيه عشاق، صار فيه كسب جمهور جديد، صار فيه حتى إلى عام 1415 إلى أن دخل حتى القبائل ما كانت لها في المحاورة ولا كانت تعشقها ولا كانت أساسا تقيمها في مناسبات، هذا شيء معروف. لكن من خلال هذه النقلة والإثارة طبعا اللي الشعراء اللي أنا ذكرتهم أجمعوا على أن هناك نقلة، النقلة الثالثة للمحاورة، وأنه هذا الشاعر اللي هو حبيب العازمي أنه صاحب هذه النقلة، بما فيه أنه كانت فيه نقلة لعبد الله المسعودي ثم النقلة للمطلق الثبيتي، هذا رأيهم هم، نعم، ثم النقلة لحبيب العازمي. أنا طبعا علشان أصل لهذه النقلة لازم أجيب بدايتي، نعم، علشان أقول لكم وش اللي حاصل في هذا الموضوع. أنا كنت عامل 1401 عسكري في الحرس الوطني في الرياض، وكان وكيل القوة الموجود غلاب بن فارع المورقي، أمسي عليه بالخير الله يذكره بالخير ويبيض وجهه ويطول عمره. كان غلاب شاعر وراوي يحفظ الشعر ومحب للشعر، وكان وقتها كان يثار موضوع اللي هو الألغاز عن طريق جريدة عكاظ وطريق الهاتف، وكنا نفكر كيف نحل الألغاز وناخذ هل نصرف ريالات معنا حديد وهذا وانصاف، وهي كبيرة نلقاها على الطريق وحنا جايين راجعين للدوام يوم الجمعة، نحاول امسك الخط معنا ونحل الإجابة، نجيب إجابة الألغاز، أولا كنا نحلها كلام كذا. بعدين قعدت أكتب يعني بيتين ثلاثة على اللغز، ربعا ها يا غلاب موزون، إيه موزون يعني ها، كانت مساجلة بيتين ثلاثة أربعة. كنا بدأنا عاد جاء الشاعر اللهم صل على محمد شاعر من المورقي، وكان يقول الشعر والشعر والمحاورة والمحاورة، وكنت يعني أنا أروح معه أتفرج في الناس وفي الطريق أقول معه بيتين ثلاثة. هو كان يلعب؟ إيه كان يلعب، لكن البداية يعني حال بعضها يعني، بس إنه هو طبعا أجرى ويقول المحاورات ويقول جري يعني أي شاعر يقابله ما عنده مشكلة. نعم. حتى بداياته كان بداياته يعني مرة متشجع وما عنده مشكلة يعني، وقابل مطلق يقابل رشيد قابل، كانت فيه مشكلة ترى أنك تقابل هؤلاء. نعم. مشكلة كبيرة يعني. المهم إني مشيت في الأمور، بديت أحضر الحفلات الخاصة وعند جماعتنا وعندي وعندي إلى آخره، إلى درجة أنهم كانوا إذا جابوا سواء هم الجماعة ولا الناس الثانية جابوا مطلق ومستور صيف ما كانوا يعزموني. ليه؟ يقول هذا ما يبغى ما يقدر يشارك
ويمكن ما نبغى يخرب الحفلة ولا شيء. طبعا هم يقولون بس أنا يعني أنا أقولها كذا شف أنا كذا. فكنت أنا ما أجبر نفسي أني أدخل أبدا مرة لا أبدا. ولا أجبرت نفسي ولا أجبرت نفسي ولا أقحمت في أي حفلة ولا معي شعر إطلاقا نهائي. إلين جاء عام 1400 صرت عادة حضر حفلات، بس إذا حضر مطلق ومستور جابوه والله لا لا ما لي سوق أبدا. أنا أعرفها على لحيتي، أروح أدوري شاعر مثلي في حفلة بعيد معزوم أنا وياه ولا أرقد أحسن. طبعا والله هذا شيء طيب أبو فيصل، الأمور ذيك لا تنكرها. في عام 1400 بدأت الأمور واستمرينا ويعني على قد حالنا، لكني ما أرضى في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات أو في مناسبة أني أقحم نفسي في حفلة أو أستعين بمن يوصلني لهذه الحفلة أبدا إطلاقا. ولا واحد يقول أنا يوم كذا دخلت في بيب العاصمة. 1412 قام واحد من الرابع عبد الله بن عقيل استريح العتيبي الله يذكر بالخير أبو مشاري ومسع عليه بالخير، وسوى مناسبة زواج وجاب صياف ومستور. 1412 قال لي واتصل بي قال شوف انا عندي صياف ومستور وهالحين انت انا واثق في قدراتك وفي شعريتك، الناس يمكن مو واثقين لكن الليله لازم تجي. كنت ابشر ورك ساعه اجي يعني امنيه. المهم حضرت في قصر سلطانه لعب صياف ومستور وكان معاه محمد بن طن. طبعا ما بديت انا والله اني ما ادري البدايه عند بن طمحي ولا عند مستور، لكن انا ما بديت. جاني الدور طبعا احيانا الواحد يعني يكون صريح احسن، حتى لو تحسب عليها انه ثناء على نفسه او مديح لنفسه. قلت انا لازم سوي شيء يعني اقول كشيء شعر على اساس اني الفت نظر الشاعر بينك وبين نفسك. بيني وبين نفسي نعم. وش هو؟ لازم اسوي الموضوع في التمرير كذا بحيث ان الشاعر يحس ان عندي شيء، كلام السلق العادي هذا ما الفت نظر اساسا. تبدع شيء. ايه قلت يا مرحبا يا هلا من بيت عرف وبيت معروف، تضفي على اللي لهم في العرف والمعروف شاني، ما دام مستور حاضر ودي اسمع منه واشوف قدام لا احطها في السرج ولا في الحصان. الله الله. طبعا الموضوع التمريره في الترحيبه يعني معروف مني يعني ما هي بحق علي بس معروف مني عليكم. قال يا دام البقى المرحب وانت بالترحيب مكلوف، معروف منك انت مكلف في محل ابن عمك وترحب، احنا لنا حق واللي على القلب للرجال يديها لسان يعني عرفنا نيتك. المهم استمرينا لين غلق القلب. قال يا صياف هذا مستور موجود حي الحمد لله انه الله يطول في عمره ابو تركي ويمتع فيه. قال يا صياف قوم العب مع الرجال هذا، الرجال هذا شاعر ممتاز. صياف كان جاهز يبدا، الله اعلم هو بيلعب معي ولا ما غيري انا ما ادري، هذا كلام مستور. قام مستور قال صياف قال ان ولعت نار بن عمار جمر اللهب لا الحسن نار غرح به بالعاصمه، معروف المحاوره هذه ورد عليه. خلصنا من السالفه هذه بدينا في بعدها بثلاث ايام حضرت حفله مدعو من صياف. من صياف؟ انا وصياف. عند ربعك ولا؟ لا 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 والله اني ما اتذكر اظنك ثامن بس انه تشوف ان حفله ذا اثرت بعد ثلاث ايام من مدعونك؟ خليني اقول لك نعم. ايه كيف؟ هذا شيء يعني ما يبغى له تفسير. طيب حضرت الحفله مع صياف في قصر الخليج، بعدها باسبوع حضرت في حفله عبد الرزاق النمري وجاء مطلق ومستور وصياف وجيت انا، وكانت فيه محاوره قويه وطويله، محاوره ما هي بقصيره. يا سلام يا سلام الا النشامه يعدى، لا النشامه يعدى في محل النشامه، العصيم يتعشى والصحيم يتغدى والثبيت طويل العمر ياما وياما. قال مرحبا 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 ترحيب وانت المبدا ما لا تشرب الماء والضوامي حياما، العصيمي يروح السماء والسحيم يتقدى والثبيتي ترى سيفه يقص العظام. قلت سانجت بالتحدي كل رجل يتحدى والعي ورجع يا نار برد وسلامه، لا تعدى علي ولا علاك تعدى.
واخرتها نعود بالسلاح ترام الى اخره محاوره طويله. نعم. بدات الجماهير جاء فيصل الرياح الله يرحمه ويسامحه نفس الليله. لا 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 بعد في نفس في نفس الفتره. نعم. صارت ثوره المحاوره في الطائف فقط لا غير في الطائف. نعم. اتكلم في الطائف وبدات المواجهات. قبل المواجهات ابو فيصل يمكن اروح معك. طلع اسم حبيب هنا. ايه طلع ايه محليا محليا محليا. طيب بدا جاني مستر القصير الله يرحمه الله يرحمه ويسامحه ويغمد روح الجنه. يمكن في ثالث حفل قال انا احنا عندنا مكتب شعراء وانت واحد من ابناء قبيلتنا. نعم. وشاعر وهالحين معنا. يا سلام. هذا الكلام قلت تم وبدينا نرتب الامور. مستور القصير الله يرحمه كان من الناس اللي تعشق المحاورة عشق وليس تجارة، وكان يبذل الغالي والنفيس على اساس انه يوثق المحاورة. هذه محور ثاني بيجي. اي انا اقول لك شيء. فلذلك المهم بدينا خلي عاد موضوع القصير الله يرحمه ان شاء الله عريض طويل و... المهم جينا في حفلة انتقلنا من الطائف الى مكة. ترى موضوع الاثارات وموضوع ان حبيب العازمي انه كون لجمهوره وكسب الناس ترى من موضوع من بيت بيت ترى تسلسلي وحفله حفله. نعم تسلسلي ما هي حاجه يعني مستمره كذا هي اللي حصلت كذا. ونجي في حفله في قصر الجوهره في مكه. الثقه عندك توب الحين في مكه الحمد لله. إيه؟ انا من يوم اني كنت اقول الشعر وانا واثق حتى مستواي لو كان ضعيف والمعنويات مرتفعه انا اعرف مستواي انه متوسط ولا ضعيف انا قنعان به واثق يعني ما تعالى على احد ابد ولا اقحم نفسي اساسا. جينا في مكه جت المحاورة المشهورة اللي كل أحد يعرفها نار شبي. نعم. على مطلق ومستور ومر صياف شبي في ثياب. كانت هذه نقلة لحبيب العازمي ثانية في مكة نقطة تحول أخرى. نقطة تحول طلعنا 1413 للكويت جاء مهرجان مقعد الشلاحي مهرجان الكويت اللي أقامه مقعد الشلاحي وعاد المحاورة في الكويت بعد اندثرت. نعم. الله يرحمه ويسكنها الجنة. وجت محاورتي أنا وصياف محاورات العلم فوق الجبل مرفوع والخلق الموال هذاك اللي يعني كون للمحاورة جمهور وشعراء في الكويت في حينه. هذا كلام صحيح يعني ما إن شاء الله أنا أقوله وأنا واثق منه والناس تعرف بسبب هالموال بسبب هالموال. يوم جينا للسنة الثانية في الكويت من اللي جابه؟ اللي جبت أنا. أنت اللي جبت الموال. الله الله. نعم أنا جبت. بدأت الأمور تجمهرت الناس وصارت الناس تعشق بعيدا عن الحززيات بعيدا عن العنصريات بعيدا شغل الشعراء ما لحد في دخل. يعني اكثر شاعر صارت بيني وبينه مشادات وتجاوزات فيصل الرياح الله يرحمه. الله يغفر له. والله ان في حفلات كثيره ان صفي فيه بقوم وصفي فيه عتبه. اي والله ممتاز. بعيدا عن الاشياء هذه بدت الامور الى ان راح تطور بس ابو فيصل يحسب نقاط التحول الاخرى حنستمر فيها بس يحسب على ابو فيصل انحصارك في الحجاز فقط في بداياتك. ليه؟ كان اصلا فيها. المحاوره ما هو بنا اللي محصور في الحجاز. اصلا المحاوره محجوزه محصوره في الحجاز. هي اساسها في الحجاز أساس. فقط انتشار هذا يعني تدريجيا كان هنالك شعراء يلعبون خارج الحجاز في نجد في وقتها لم تكن تطلب بذلك الشكل. الا لا انا من يوم طلعت في الحجاز خلاص خلاص ابدا. بس الحجاز تذكر رابع حفلة كانت في ماسل عند الدعاجي في الدواد رابع حفلة. طيب خليني أرجع للسرد اللي قبل شوي. إحنا ما حبينا نقاطعك ولا نقاطعك في سرد التفاصيل. أنت قلت قبل ما تطلع على مستور وحبيب وعفوا تطلع على مستور ومطلق وذكرت لنا تفاصيل حلوة تقول كنت أدور شاعر مثلي. من هم اللي كانوا معك في مستواك وتجنب عن مستور وعن يعني ادور شاعر مبتدي شاعر احسن مثل مني مثل من لا لا مو مبتدي يعني هذا احسن مني مستوى شوي مثل يعني كانوا عندي مثلا الشعراء اللي قبلي مثلا كان ملفي كان زيد قبلي كان شو اسمه جيم الذيابي كان عوض بن نامي السلمي كان في حان القعياني كان اللهم صل على محمد. والله هذول كانوا في مستواك كنت تلعب معهم لا لا مو وتجنب عن مستواك. لا لا مستواي احسن مستواه ما احسن مني مستواه ما احسن لانهم لهم باع طويل في الساحه. نعم انا ما عندي شيء انا صار شاعر جديد اعرف اركب الوزن والقافيه. نعم. مستور العصيمي تقول انه شهد لي وقال
اللي يا صياف يلعب مع الشاعر هذا ترى الشاعر يعني مستور العصيمي له فضل عليك في المحاور سيف فضل الله سبحانه نعم. وتعالى كلهم شوف خلنا نقول اللي صاحبني واللي حاربني كلهم اصحاب فضل نعم لانه ما في محاربه من اللي حاربك قصدي اللي جابهني اللي جابهني مثل جابهني مطلق الثبيتي جابهني فيصل الرياحي جابهني صياف ظل شعراء مواجهة نعم. مستور لكن مستور كون انه مدرسة وشاعر معلم ما هو بالنعم يعني صحيح انه يواجهني بس انه ما احس بيني وبينه يعني هاك القوة بس فيما بعد ابو فيصل بكون معك تفضل في فترة حبيب العازمي في شارع الحجاز وقف ضدك شاعرين من القبيلة لا 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 شوف وقف ضدي انا ما الحمد لله انت هين شاف الموهبه وشاف الابداع وشاف الخروج وقف ضدك بدون تسميه ضد حبيب العازمي ما انا ما بتسمي سم انا ما اسميها خلنا اقول لك حتى اللي وقف ضدي انا استفدت منه من هم الشاعرين يا طلال عطنا اسمهم من هم الشاعرين اللي يمكن تذكر احسن مني عطني يمكنك فاهم الموضوع خطا مطلق الثبيتي لا لا ابدا مطلق ما كانت هي الوقوف يعني اني انا ماني بشاعر او بس او انه حاقد لا 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 مطلق بتركيبته وشخصيته اعرف يفحص الشعر ومدرسه يعني يعتبر عميد للشعراء في المحاوره لان شاعر مجدد فلذلك يعني لازم انه شلون انك تتبرمج معه على تفكيره تسمعي لذلك يصير احيانا بس ما كان يناديك في البدايات منو؟ مطلق الثبيتي ما كان بالعكس يقول حتى في الملعب ما اول حفله دخلتها زهمني مطلق هو نفسه اول حفله دخلت جس النبض اول حفله دخلتها وشفت مطلق على الطبيعه زهمني انت معي؟ تذكر البيت ابو فيصل؟ اي شو يقول؟ الله يا عتيبة ساعدوني وبصفين وكلنا من الشعار غنى مع الصفه ولا يا حبيب قوم ولا ايه ايه لا يا حبيب قوم والملعب صفين لا ايه لا يا حبيب قوم والملعب صفين وكلنا من الشعار غنى مع الصفه وانا عزوتي برقه هل السيف والرمحين ولا امشي مع الروق ولا انا على شف الله الله طبعا هذه انا استفدت من الموضوع هذا صحيح انه ضدي الحفله عندي ولو نحن الحمد لله ما عندنا تفرقه كلنا ربع الواحد بس الحفله كانوا مع زيبه من بني عم من البرقاوي والشاعر شاعر علم وحبيب الليلة يقف مع مطلق الثبيتي يعني فيها شيء ضدي أنا كبير كانت أول مقابلة؟ كانت أول مقابلة قلت له قامت الصفين كل العلوم تزي نبي نصب الميزان ونقرر الكف وأنا عزوتي من روق وقت القسة واللين ولا عشت في حيفا ولا عشت في الضفة الله الله لذلك الله يرحمه طيب لماذا اشتهر أنه الحبيب البيت اللي يظهر حبيب وقواه وكان اختبار لقوة حبيب أنه أنا السابح وأنا الماهر لا 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 وين هذا في بيني وبين الكلام هذا سنتين جاء بعدها البيت هذا طيب أنت ذكرت في تفاصيل قبل شوي نقاط التحول عندك أنه مستور القصير هو من جاك وقال حبيب تعال أنت من شعراء القبيلة ومن الناس اللي يخدم القبيلة وتعال عندنا في الحجاز يعني مستور القصير كان له برضو فضل على الحبيب مستور القصير له فضل على الشعر كله شعر المحاور ممتاز سمعت خلني أقول لك فهمني مستور القصير جاني مع مستور العصيمي في قصر سلطانة الله يرحمه أول شيء ويسامح أبو محمد والله نعم عانى تحت الأرض الله يغفر له ويرحمه وعلمني قال الموضوع كذا وكذا يعني شايل عندنا مكتب وعندنا التزامات للشعراء وهذا كتب عبد ابرك ساعه هذا تليفوني وانا اذا جت حفله كان هو المكتب الاول ابو فيصل كان هو المكتب الوحيد لشعر المحاور لان هذا الموضوع هذا ترى يعني الناس تتكلم الان ويعني كلامهم احترم انا تكلم بسهاب في الموضوع يتكلمون بسهاب وعن موضوع المكاتب وان هذا المكتب للفاضل وهذا ما له فضل يا اخي ترى الامور مثل المكاتب مثل شعر المحاور في شعر قدامه وفي شعر جدد نعم كل الناس هذا وضع حاله صار لكن انا اجيب لك السيره كلها عشان اريح بال اللي في بال الشيء اسال تفضل مستور قصير الله يرحمه اللي انا فهمته عنه واللي انا عشت معه مستور كان رجل مهتم بالتراث بالشعر بالذات شعر المحاوره وقبيلة الصوتة من القبائل التي تقيم هذه الفن بصفة مستمرة وأفضل صفوف تؤدي المحاورة من قبيلة الصوتة من دافع محبة من دافع محبة
ولا يشاركون إلا في المناسبات اللي تخص قبيلة الصوتة أو عاني داعيهم خامس لهم أو من هالكلام أو عند الدولة. هذا الكلام جميل معروف. فكرة القصير أنه يجمع المحاورة وأنه يحرص عليها، يقول لي الله يرحمه سامحه، يقول أني كنت حتى أخذ الشريط الكاسيت هذا سجله وأخذ الشريط وحط عندي بالكاسيت قبل وقت الكاميرات وقبل الكلام هذا. نعم. بدت فكرة عندك كيف أني أجمع أحط رابط للشعراء ومكتب من المغترة. المغترة كانت صفوفها أولا من أنفعة في كلاخ وصديرة. نعم. والمشرف عليها عبد الله المجيول النفعي. نعم. اللي يجيب الشعراء ويجيب الصفوف. جميل. نعم. هذه في البداية. ثم دخلوا فكرة أن الصوتة يشاركون. طبعا الصوتة أجدر في الموضوع هذا ما فيها كلام. جو عند الأمير صاروا صفوف المغترة رسمية. الصوتة. ما فيها كلام. نعم. بدأت المشاركات عام 1405 أو 6 أو 7 المغترة. ممتاز. ويمكن قبلها يمكن هي 5 حفلات وتوقفت المغترة. القصير الله يرحمه أخذ فكرة أني أنا أجمع الشعراء مهرجان. لا لا أني أصير أنا منسق للشعراء. نعم. مثل تنسيق الشعراء في المغترة. نعم. يا سلام. فوق ذلك أنه محب أساسا لهذا الفن وحريص على أنه يحافظه. بدانا المكتب موجود وكان اول الناس اول ما جاء الفيديو كاميرات الفيديو ما يعرفونه، كانت ما توجد الفيديو للشعر تصور الا عند القصير والعرضه يصورها مكتب الوهيبي واحد في الطائف. الطائف كلها مهتم بالعرضه ما لها علاقه في المحاور. نعم. هم الوحيدين اللي يصورون الاثنين. نعم. بدانا في ثوره المحاوره والجماهير بداوا الشعار يفكرون في انشاء مكاتب او تعدد المكاتب. نعم. تسمعي صار في 3 انقسامات. نعم. قسم على القصير وقسم مع ان يفتح مكتب ثاني وقسم محايد. ليش ليش خلني اقول لك خلني اوريك الفكره. انا اقول لك الشيء الواقع اللي انا عايشه ما يملي عليه فلان ولا فلان. تفضل. وفي رجال موجودين الان يقول لك الكلام هذا صحيح. نعم. كان اللي مع القصير يؤيد ان المكتب الوحيد للقصير هو انا ومستر العصيمي ومعنا مصلح بن عياد من المؤيدين، بس انه ما هو في الواجب. وكان اللي ماسكين المحايدة لا لا ولا لا ولا رشيد الزلامي وفيصل الرياحي، وكان اللي يأيدون فتح مكتب ثاني مطلقة ثبيتي وجار الأصوات. نعم. كل الموضوع في الشعرين. ها كذا 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 قلنا حنا والله ما نمنع يعني أن نروح الحفلات ونجي، بس أن يكون أن القصير هو صاحب الريادة في الموضوع هذا والسبق وبن عمنا لا في أي شيء. نعم. من المؤيدين أنت بفيصل؟ الله. نعم. الله. نعم. كيف من المؤيدين وجيك بالسيرة الآن أكثر من المؤيدين إلى درجة الشراكة. نعم. قام مطلق ومع في مجموعة وقاموا مطلق مهم طبعا، بس إنهم بتأييدهم من مطلق أسسوا مكتب النجاح. النجاح؟ اي في الطائف. نعم. وبدت هناك بعض الخلافات اللي تحصل حتى في الملاعب. وتحصل على من؟ علي أنا ومستور العصيم. كنت شريك في النجاح؟ ومصلح. لا لا لا. ومصلح ابن عيال. من كان فيها الأسماء اللي في النجاح؟ النجاح كان فيها مطلق وكان فيها جار الله وكان فيها شعراء وكان فيها عوض الشعيب وكان فيها حاضب رجال وكان شعراء واجد. المهم بدأ الموضوع هذا غلى شوي وهدى. يعني هدنا احنا انه ما في يعني داعي للأشياء. بدأ بعدها بحوالي سنة فتح مكتب الركن الوطني في الرياض. أسسه عويض الجعيد وشبيب النفاعي وسبتي وعواض بن سالم. وبدأ يشتغل. احنا بدأنا نقول ما عندنا مشكلة بس بالتنسيق مع ايش؟ مع القصير. مع القصير. وهذه ترى ما يعتبر الارتباط الحصري لكن على اساس ما يصير فيه ازدواجية. نعم. انك انت تحجزني ولا المكتب الثاني يحجزني. وبعدين نقع في احراج صح ولا لا؟ نعم. بدت الامور تصل. قال القصير انا فتح مكتب ثاني في مكه لقبيله هذيل. نعم. والله اني ما ادري ايش اسم المكتب نسيته. حلو. بس انه صار المكتب ليش رقم 4 اللي مالك القصير ولا مكتب. لا 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 لا, لا. ممتاز. القصير جانا وقال لي الرابع انتم وش رايكم؟ انا رجل وهذا وهذا والحين اول شيء بحصل على ترخيص من الدوله.
لأن بدون ترخيص كل المكاتب. وبدانا هو بدأ يسوي إجراءات وبدأنا نسأل منه ومنه ومنه، ورحنا لإبراهيم الداود في الداخلية، ورحنا المهم راح وخذ ناصر السكران وراح لوزارة الإعلام وحصل على تاريخ مؤسسة قصير الإنتاج والتوزيع الفني. ممتاز. بعيدا عن الشعراء، قال الشعر الشعبي ماله ضوابط إلى لا. نعم. فأنت خذ ترخيص فني طالما أنك تنتج. واجه صراحة الله يرحمه ويسامحه واجه صعوبات حتى من الجهات الرسمية ومن الناس ومن يعني تعب في الموضوع هذا تعب. أبو فيصل، إحنا وقفنا عند الركن الوطني، عند تأسيسه في الرياض، هل هو منافسة ولا لا 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 ولا وش؟ شوف شوف خلني أقول لك، هذه ثورة مثل الناس اللي افتحت محل جوالات وكل اللي ترزق الله. نعم. بس الأسماء اللي موجودة في الركن الوطني اللي ذكرتها كانت في الطائف. كانت إيش؟ بعض الأسماء اللي ذكرتها. تجي شعراء يعني ولا شعراء. لا لا خلى الأسماء الشعراء، نتكلمك عن الموضوع. الناس كانت كل اللي بيكسب فلوس وياك. نعم. عندهم في الشعراء لا اسمعوا ولا كل اللي يقول الشعر تعال عندي أنا اللي بسوي أنا بجيب لك ونزل. نعم. ولكن الموضوع مثل ما أقول لك، كان القصير قال الربع أنا وشو رأيك ما أنا بفتح محلات فروع طالما أخذت ترخيص أبفتح. قلنا تاب، فتح فرع في مكة وفتح فرع في المدينة المنورة لدرجة الله يسامحه ويرحمه، قال أنا الحين أحتاج إلى يعني مبالغ. قلنا حساباتنا عندك يا أبو محمد الله يرحمه، هو اللي تبيه خذ، سوى أمورك كلها. قال يا جماعة تراني سويت تراكم شراكة، أنتم مستور العصيب. ممتاز. والله الذي لا إله إلا هو عانى في القبر، نسأل الله أن ينقله من اللحود ومرات عدود إلى جنة الخلود. أن هذا اللي حصل شراكة بالاسم بالاسم والمادة والمادة. قال يا الربع تراكم شراكة في مكة وفي جدة وفي المدينة وفي الطائف. نعم. قلنا لي تسوي ابو محمد تم، ما نحسب الكلام والله ما نحسب اللي بينه وبينه يعني اكثر من بدات عاد المكاتب تشتغل تكثر وتشتغل. هذا يسوي شعراء عنده وهذا يحط منه وهذا يشيل علينا حمله وهذا يحاربنا وهذا يقول يحاربنا. حنرجع للحروب المكاتب حروب الشعراء، بس بسالك متى بدات الماده؟ متى بداتوا تاخذون ماده؟ اول انت اول بداياتك كنت تجي لله ما حضر الا واحد يستفزعني فزعه ولا عمري. من بدايات من بدايات من يوم انك دخلت حتى ابن عمك اللي اول ما طلعك السرح لا عييت انا وموجود والقريب يعطيني، قلت والله ما اخذ ريال واحد. كان مطلق ومستور وصياف ياخذون. كان صياف ومستور ومحمد بن طلق. كم كانت المبالغ؟ كانوا ياخذون هم وقتها المبالغ. اول ما جينا في الحجاز كانت 2000 ريال. ثم انا حاولنا 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 ويا ابو محمد نبي نرفع السعر يا ابو لين وصلنا 3000 ريال. هو الله يرحمك والله وقفت واجد 3000 ريال. خلني اقول لك، هو قال الله يرحمه قال احنا ما ودنا نثقل على الناس، قال احنا برضه بس احنا نترك مصالحنا واشغالنا وعيالنا ويعني ويجينا مبالغ من الخليج ويجينا في الرياض، احنا اذا التزمنا التزمنا. نعم. صح ولا لا؟ نعم. احيانا نحضر ب 3000 ونترك 20000. والله انا تركت انا اكثر من مره والشاهد رب السماوات والارض اللي جاي عني يحكي لنا ليه حشمتني ملتزم وبيني وبين رفيقي وفاء وهذا الكلام. وبعدين حتى المصداقية اللي أنا يا الشاعر ما هي بالمكتب تبعي. نعم. مكتب رجال ننسق معك لو عندي حفل الفلانة ولا روح. كنتوا بالإضافة إلى المادة كنتوا شغوفين للمحاورة وكانت في جماهيريتها طاغية وغير طبيعية يعني في تلك الحقبة. أنا قلت لك المحاورة صارت فيها ثورة. يعني ثورة إلى درجة وصلت المحاورة إلى أرجاء المملكة. وصلت الى الخليج. طبعا الكويت موجوده فيها اساسا. نعم. الكويت وقطر موجوده. من كان يحمل رايته في الكويت ذيك الايام؟ والله انا ما عصرتهم، لكن المعروف ان شليوي حبيب شلاح ومرشد البذال ومفرح الضمني ورشيد الزلامي يوم كان في الكويت، يعني في شعراء واجد وسالم الدواي ونايف العماوي. والله يا اخي ما واجد بس ما هذا. طيب ايش المحاور اللي اعمتك في بداياتك على طاري العماوي؟ محاورة أعمتك وقلت أنا بترك المحاورة علشان الرجال هذا شب علي ولا لا 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 ما في لا لا أقول هذا. يقال أن حياة صياف الله يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه جنة النعيم إيه يوم طلع اسم حبيب صار حبيب مطلب جماهيري، وصار يقال في ذلك الوقت أن حبيب ظاهرة صوتية حتنتهي، أصبح له جماهيرية وأصبح له حضور في كل، فكان صياف ومستور الاثنين بالذات كانوا يجاملون حبيب في الملعبة لسبب أنه هو مطلب جماهيري
وما يحصلون فائدة معه لفترة استمرت، كانوا يجاملونه ما كانوا يقولوا له شيء. لا يا أخي بالعكس، كيف أنا يحصلون مصلحة علشان هم شعراء قبلي عند الملوك وعند القبائل لكن في ظل الثورة هذه كان حبيب اسم. شوف أنا اللي مستفيد في الحالتين ماديا وشعريا منها، استفادة كخبرة شعر وماديا. أنا لو ما أعزم صيف المستور أنا ما جيت شاعر. كنت صوتك عامل عمايل ذيك الأيام. غيري في غيري أحسن مني صوت. لا ذيك الأيام ما في إلا صوت. أجمل فيها. ما في. والله فيها صوت. بيب جاب الموال جاب الموال والصوت والله وهذا. فيها كان فيها عمر الخالدي أحسن مني صوت في الموال. عمر الخالدي هو اللي بتكر الموال. وكان في بكر الحضرمي الله يرحمه يسامحه على صوت القرار مكملنا كلنا. خصوصا الموال الحجازي. عمر الخالدي كان بيني وبين اتصال يقول انا ما ذكرت الموال. اجيب لك الموضوع. وكان في جر الاصوات اجمل منه مليون مره. اجمل من صوتك. اجمل في الموال الحجازي. وراك كنت تضحك عليه في مواله دائما. اسمع خليني اقول انا اقصد لك الموال الموجود اللي هو على المسحوب والموال اللي هو معروف في الحجاز. اللي هو المجاز. انت الحين تقول اجمل مني لكن انا متابع الحقبه، انا تراني شايب. كنت لي جاك بكر الحضرمي وجاك اصوات ما تضحك عليهم الا باصواتهم. لا لا. مولات. لا لا مولات. لا لا خليني اقول لك هذه ممكن يعني في فكاهة. شيء من الفكاهه وفي شيء من يعني الاستفزاز او ان شكلك كذا او شخصيتك طبعا هذا باب الفكاهه نسبه 35% من المحاوره أنت عليه. انت اعتمدت عليه؟ لا لا انا ما اعتمد عليه. يقال ان حبيب اعتمد عليه فكاهة. بقيت الى الان لو اعتمد عليه بقيت الى الان. شوف انت الى الان تسوي اكيد هذه المحاوره متعدده الاغراض يعني فيها عدة أبواب فيها باب الفتل والنقض وفيها باب البدع والرد وفيها باب الفكاهة وفيها باب السخرية وفيها باب فيها أشياء كثيرة دهاليس واجد فيها لكن حنا لما نتكلم كشاعر فكاهة تبقى فكاهة بأسلوبك. مثل من فكاهة؟ واجد شعراء بس من إنه من يتميز بالفكاهة شعر الفكاهة؟ بكر الله يرحمه حضرم غير أنت اللي تميزت على بكر. لا انا اسلوب انا وبكر يعني هذا اسلوب متعارف عليه يعني ما هو باسلوب من غير بكر. انه بكر هذه يجيد الفن هذا طبعا بكر الله يرحم الشاعر. نعم الله يغفر له. واقدم منه وله محاورته مع الجبرتي ومع المسعودي شاعر. نعم. بس انت ادعيت يا ابو فيصل في فتره من الفترات انك اول من ادخل الموال ولا لا؟ ابدا. لا. طيب من اللي يدخل موالات على شوف قصيد؟ ترى كل واحد يقول انا. لا احد يقول لك ولا شيء. اول من اضافه في المحاوره ايه؟ بكر الحاضر من عمر الخالدي. عمر الخالدي. في المليون مليونين رغم ان فيه قبل على صفة ثانية انجاز اشياء عوشي مثل عبد الله المسعود الله يرحمه كان له شيء قريب من الموال بس ما هو موال. انا وملفي كنا نقول معوشر زي 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 ايش زي الموال المسعودي كيف؟ لا يا اخوي اظن اخوتي وانا اخوكم والسلام عليكم جيت برد السلام يعني يدخل في يدخل في نظام السجع اللي حلو اللي قريب من الموال بس اصلا ما في موال هو مجالسي اساسا اللي اضافه بكر الحضرمي وعمر الخالدي مجالسي مجالسي المجالسي في الحجاز اللي بداية هو المحاورة. معروف بحرين فقط لك ما له ثالث الحنين هي اساسا ويمكن في واحد ثالث برضه جبلي من ضمنها بعدين يوم شفنا حنا الناس انه ما طلب انا جيت باللحن اللي يقول والله الوالي ولا غير لا العلم لا 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 اللحن اللي يقول ولعي نار في راس الدين ولعي جبناه وصارت له اثاره كبيره وصار يعني محبين فبدأنا ناخذ كنت تجيب الحان انت دائما تجيب الحان هذه في البحور في الطوري البحور والطوري نجيبها عادي. ابو طيب. فيصل كنت تتعمد انت انك تجيب كل يوم في كل حفله لحن؟ والله اني شوف خليني اقول لك والله لو اقول لك اني احضر اللحن قبل اجي الحفله اني ماني بصادق عني في رمضان لا اله الا الله سمعت من انها تيجي كذا بس انا اركز اني اخذ اذني جرس موسيقي كذا لحن كذا دندن عليه واقول انت يعني تحلف انه انه انت تجي للملعبه وتنزل ويجيك الموال مبتكر وانت في الملعب لا ما انا اقول لك اللحن خل الموال ممكن تفكر فيه اللحن نعم اللحن ان اكثر ما عمري اساسا فكرت فيه قبل الملعبه والله ما عمري ولا اذكرها يقولون حبيب يستخدم ذكائه في تلك الفتره كان يستخدم ذكائه يجيب الحان عدنيه ويمشي على الجمهور انه اللحن مبتكر وحبيب. لا ما في ما في جوجل ذكر وش عدنيه وش 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 صنعويه. هذه يا ابن الحلال الالحان في الاخير يوم عرفناها موجوده اساسا. في شيء في الكلور شعبي وفي شيء مقامات عند الفنانين والله ما نعرف هي عدنيه وصنعانيه. اي لكنها احنا طال عمرك احيانا تقتبس من اللحن تشتق قصدك. نعم.
لذلك في بحر من بحور المحاور سبحان الله العظيم، كل ما تجيب لحن ترجع له لانك عليه ما تطلع من اللحن هذا من البحر هذا، كل الالحان تعود عليه بحر واحد. وش كان فيه؟ تدري كم ابدعت لحن ابو فيصل انت؟ والله ما ادري. 20 لحن؟ لا لا اكثر. اكثر؟ كم؟ والله ما ادري بس ما اظني 20 يقارب ال 50؟ ما ادري يمكن ايه بالالحان المطوره واللي يكررون الحين حق المحاوره؟ فيها معظمها الموجوده. معظمها الموجوده يعني ما في ابتكار الحان في الوقت الحالي؟ معظمها كلها الموجوده معظمها ما اقول كلها اي معظمها يعني اكثر الغالب. اكثر المشهوره اللي يعني الان ما في ابتكار في المحاوره الا فيه. في ابتكار؟ في. طيب ليش تكرر الحان؟ ها؟ ليش كرر اللحن الحبيبه ولحن فلان ولحن فلان؟ الشيء الجميل اللي تداوى. طيب ليش ما يجدد؟ انا عن لما اجي حاضر لي مع شاعر مبتدئ مثلا جاب لحن ارمي ما ارمي بكره غني. طيب حبيب العازمي في بدايته متهم انه يستخدم ذكائه في المحاوره لسبب واحد، انه كان مع ظهور المكاتب ومع سيطرته او قربه، خلينا نقول قربه بلاش السيطرة، قربه من صياف ومن مستور، كان يجيش شعراء على شعراء ويعمل حزب اسمه حزب حبيب، تعالوا مع حبيب وحاربوا الشعراء المقابلين. كيف أبداً تعلق؟ ابدا مو بصحيح ابدا اساسا، ولا عرفنا التجيش ولا عرفنا هذه كلها. لا كان في حزب عرفوا يقولون من حبيب كان يستخدم ذكائه مع الشعراء. والله ما عرفناها بس كان في تحجج الشليله هذه لين مات مطلق ومات صياف ومات فيصل الرح، تم تطور صارت على مستوى. طيب على ذكر فيصل، انت كنت انت وفيصل عملتوا نقله فعلا للمحاوره وثنائي خطير يعني، وحنا صار كنا اللي قالوا والله اليوم في ملعبه حبيب، ولا قالوا بعد اسبوعين فيه ملعبه لحبيب وفيصل، كل الامور حتى الشيبان اشغالهم كلها ياجلونها علشان يشوفون حبيب وفيصل. فيما بعد صار خلاف او شيء، قمت انت في تلك الفتره تحط حساب في الشعر، تعال انت مع حزبي وابعد عن حزب فيصل. ما هو بصحيح. يقولون انت اللي بدات. ما هو بصحيح ابدا اطلاقا، ولا احد يثبت علي اني اللي سويت حزبيات شعراء ولا حزبيات مكاتب. ابدا انا الموضوع هذا ولا ازكي نفسي، الناس يمكن، لكن اول شيء فيصل الرياحي الله يرحمه خصم عنيد، خصم قوي. صحيح ان في سلبيات علي وعليه في محاوراته، نعم، لكن في المقابل هو شاعر خصم يعني من المكان يعني ما هو نعم. ولذلك الامر الثاني انه من قبيله ثانيه وله جمهوره وله مشجعين، وقبيله نحترمها ونعتز في معرفه استهلو شيوخها واعيانها واعلامها وشعرها، نعم، لكن ما كان هناك الضغينه السيئه لا عند فيصل ولا عندي. كنت انت وقتها كنت تستخدم الذكاء يعني. انا شاعر محارب في بداياتي من حال وفي نهايتي الى الان محارب والاسماء من القبيل وخرج كل شيء كل شيء حتى على اللي يرموا لهم مقوله قال اقول احبيب. لا لا نعم احبيب كان وقتها يحاول انه يخلق زعزعه ولا وكان يجامل الشعراء اللي يبغى الشاعر. اسمع خليني اكمل سؤالي عشان توصل لك الفكره. كان وقتها حبيب صار بينه وبين فيصل وصار فيه حده دائما في مواجهاتكم، قام حبيب لسبب او لمجامله او لفائده بشكل او باخر يقرب شديد الرياحي وقام يطلبه وقام يقول جيبوه يقولون في هذا اسئله الجمهور. اولا شديد الرياح الله يذكره بالخير يمسيه بالخير ابو فهد ونعم رجل وشاعر استاهل ابو فهد. بعدين لو المتابع اللي بينصف يتابع وجد ان محاوراتي مع شديد وبوجود فيصل الرياح. انت معي؟ نعم. اما لو ان يوم ان فيصل وقف محاوراته معي ان بدانا مع شديد ها؟ فهذا يمكن تفسر بهذا الشكل. لكن فيصل شديد موجود معنا في رباعيات وشديد قبلي ترى في المحاورات لعلمك وشاعر ما هو بني اجيبه ولا ودي بس قبلك شديد طالع قبلك في المحاورات قبلي شديد قديم قديم لكن وجود شديد معنا وبوجود فيصل الرياح. طيب ماذا ترد عليه نقول كان حبيب وبعض الشعراء كانوا يجاملون شديد الرياحي لانه كان في مركز اداري او مكان للفائده منه مش للشعر؟ والله شوف خليني اقول الرجال اللي حي الغانمه في مركز ولا في محله ما يستغنون الرجال عنه. نعم. ولا يخسرون. نعم. انت معي؟ ما يخسرون.
وش ديد من رجال الحوات الغوانم اللي فيهم خير وفيهم فزع وفيهم رغم اني والله اني ما استفزعته وابو فهد ما هو مقصر في يوم من الايام وهذا هو موجود ولا نعرف الا استفزعته من حزام الجويد. نعم كفو سمعت؟ نعم ولكن والله طيب. الله يطول عمره بس انا ودي تكمل ابو نايف تكمل سؤالك. انت كنت تدعم شديد الرياحي حتى ما تكون انت موجود في الملعب تدعمه في الحجاز في نجد من خلال بعض المكاتب ايش؟ ان يكون متواجد في اغلب الحفلات. خليك معي ابو فيصل. وذلك للمشكله اللي حصلت بينك وبين فيصل الرياحي فتره يمكن 10 سنوات مضت. وكنت توصي عليه في كل مكتب وشديد شاعر وطبعا له حجمه وله وزنه لكن ذلك بقصد انك تلغي فيصل الرياحي. اقول لا اله الا الله. محمد رسول الله. والله انا ما اذكر في تاريخي اني فرضت شاعر على رايحه. لا تحلف ابو فيصل والله ما فرضت. لا ما فرضت. والله بالمشوره. بس ما هم بوها في راي والله ما راي راي لا راي عن طريق مكتب ولا عن طريق انا شخصيه ولا قلت ابي اجيب معي فلان من الشعراء اذا اخذ راي قال من تشوف الشعر المناسب قلت فلان وفلان ما اخذ راي والله ما هذا شيء طبيعي بس كنت استبعد فيصل شيء طبيعي لا 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 كنت استبعد والله ما استبعدته ابدا وفيصل مات وانا بروح من بكره ابى اموت ولا بعد والله ما عمري قلت لا ما يجي. طيب والانقطاع اللي حصل بينكم؟ الانقطاع بسببه هو شخصيا. وبس وسبب كنت بعد. لا 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 لا. أنت تمتنع برضو. لا يا رجل يا رجل صلى على محمد. عندنا واحد يمكن ينصفنا في يوم من الأيام اللي هو محمد القصير صاحب مكتب القصير يعرف الكلام هذا إنه جاء وقال الحفلة اللي حبيب فيها لا تحطوني فيها. فيما بعد أنت صرت. أنا وش رجل يقول ما بك تجي معي أقول لك لا أنا لازم أجي معك ما بصح. وش سبب أبو فيصل؟ ما أدري. تدري؟ ما أدري. ولكن السبب اذا ان اللي نعرفه هو ما يستاهل الموضوع ملعبه الطائف لا ملعب ولا شيء لا زواج دعاك عليه ولا حضرت ولا زواج اساسا هو الله يرحمه جاء زواج ولده ما دعاني عليه وانا كنت مشغول وشاركت وانا قاعد ارسلت له عانيته ويستاهل هو كان السبب زعله ما الموضوع ابو فيصل ابو فيصل الموضوع مرحلة هو انتهى يعني انتهى الله يغفر يرحم فيصل الرياحي عليه ولو ما يجب ان نفتري على هو ميت يجب ان نقول الصح نعم حلو بس السبب ابو فيصل السبب انه هذا يعني تفكير كذا انه يعني مثل يكون له كيان لوحده كذا يكون له مجموعه شعراء معه يمكن هذا التفكير انا ما ادري وانت شدت حيلك وقلت تكون لك لا 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 حزب لوحده اصلا ما عندي حزب انا الشعراء لان معاه مغرمهم هم اساسا يروح اللي يروح يجي يجي تلك الفتره عندي احزاب يا ابن لا لا تلك الفتره كان ممكن تركي الميزاني ملفي المورقي فهد العازمي وخل مرحله فيصل الرياحي كانوا قبل الموضوع هذا قبل الكلام قبله بس وخل يتكلم ملفي المورقي شاعر في مجاله ونعم ورمز من رموز قبيله عتيبة شعراء عتيبة ممتاز وفهد العازمي شاعر من رموز القبيله شعراء وتركي الميزاني شاعر ومن من رموز الشعر ما يمكن تودي احد تجيب احد اصلا ما في الرجل اساسا ما يستبدل في ابوه انت معي هو تكلم بناء الرجل ما يستبدل يا اما ابوه طيب جاد من ابوه ولا ابوه اقل ولا جاد من ابوه حتى زي ابوه ما يجي طيب كيف تجيب شعر هو مرحلة ثانية انت الرياحي كمل انت تقول انت الرياحي حاول تقول لك اسمعني ما في اي خلاف اسمعني خليني اقول الشعراء صار عندهم اعاده اوراق ترتيب اوراق انت اشبع هالنقطة يا ابو فيصل خلينا نخلص منها خلني اعلمك كل راح يرتب اوراق ربما انه فيصل الله يرحمه ويسامحه انه هو يرتب اوراقه يوم شاف ان في تكتلات في اشياء لان صار وقتها صار فيها اشياء. طبعا ممكن من هذا الشيء التفكير انه يخلق اثاره لي وله قد يكون. تعرف فيصل من اذكى الشعراء اعلاميا وشعريا ذكي من الدرجه الاولى يعني ما يعني يفكر فيه ما لا يفكر فيه معظم الشعراء ولا اكثر. لكن بالتالي والله الذي لا بيني وبينه زعل خاطر. ولا حقد ولا 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 كلمة رضية قالها فيه ولا قالها فيه ولا بين أي شيء نعم في محاورة مشهورة هذه زبدة الموضوع في محاورة مشهورة والله يسامحه ويرحمه الله غفر له هذا اللي أقدر أقوله آمين في محاورة مشهورة لك أنت وفيصل وكان فيها على بداية فهد العزمي وأنا أتذكر أبو ريان الله يمسيه بالخير كان في لقاء سابق معي سألته عن تلك المحاورة قال نعم هذيك المحاورة أعطتني ضوء كبير وكان حبيب له دور فيها وفيصل واعطتني ضوء كبير اللي هي برز من خلالها حمود اسمي نعم اللي يقول قم يا فهد السيف في كفك حديد امسك هذاك وسنعه وزل هذاك ورد يا حمود انا حياه فيصل الله يغفر له قال يا حمود انا حسيك لليوم الشديد تلك المحاوره
كان فيها دعم كبير من فيصل الرياحي لحمود السمي وظهر حمود منها، كذلك دعم كبير منك الفهد وظهر. فيما بعد خلني أكمل عشان يقول لك أنت بعض الشعراء في فترات تحارب وترتب أوراقك، أنتم تسمونه ترتيب أوراق ويحق لكم سياسة الخطة. فيما بعد ظهر فهد وصار له مستوى، حاربت أنت، حاربت فهد العازمي، صرت ما تلعب معه ولا تجي في ملاعبه ولا متهم بهذا الشيء. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أولا فهد ما هو في حاجة أني أشجع، يعني في الوقت هذاك اللي هو جاء فيه في الطائف، كان يوم جاء في الطائف كشاعر، والدليل محاورته، يرجع له اللي يشكك في الأمر اسمع محاورته. لذلك فهد يوم جاء، بس إنه الجمهور يمكن ما يعرف فهد، هو يتكلم عن جماهيرية عن جماهيرية. فأول شيء هذا ما قف، وبعدين أنا ما جيت عشان أشهد الفهد ولا علم الناس أن الشاعر يقول إن أنا أدي دوري وفهد يدي دوره. نعم تمعي ولا نعم. لكن فهد عرف من خلالها في الحجاز. نعم. وكلمة إني حاربت فهد، أول شيء فهد ابن أخي وأنا ابن أخي، تمعي؟ ابن أخي ولا ابن أخي. أنت في المحاورة ما تعرف ابن أخي ولا خالي ولا عمي، لا حاربت ولا تعرف رفيقي ولا تعرف بيني وبين عشرة. اسمع، لا حاربت فهد في حفلة وقلت ما يجي. أه. ولا قابلت فهد في ملعبه ولا لعبت معه. ولا. نعم. ولا كتبت أنا مقال ولا حاربت وزير إعلامي، كيف أحارب؟ بالعكس أنا على الصامت. أنا حارب اللي حارب فهد. أنت على الصامت. على الصامت ولا على الهزاز. أنا أحارب اللي حارب فهد. خلي عندك قاعدة. جميل. ولا يعنيني أنا أساساً أن الناس تصدق ومصر، فهد يعرفني وأنا أعرف. أبو فيصل. كلام الناس أنا ما علي منها أساساً. أبو فيصل أنت تكلمت كثير عن مستورك، في شخص ما ذكرته كثير في بداياتك هو رشيد الزلامي. طيب رشيد أفضل. رشيد يا يمكن أنا والله يا ابن الحلال رشيد الله يرحمه، يعني ما رشيد موضوع الثاني، رشيد لي نقل الحالة معه. رشيد قال له مستور، قال ترى في الشاعر جانا وترى الرجال شاعر جانا. قال وش اسمه؟ قال فيه. قال الرجال هذا أنا عارف، شفته في الرياض مرة قابلنا على مناسبة، والله ما دريت إن الشاعر، لكن تبني أعلمك يا بالله يجيبه ولا الله يرحمه ابو جميل. نعم. وانا اجيك في مره جايين من القاهره، وانزل في جده واجي، ويوم جيت في الطائف قال والله في حفله عند في قصر سلطان. في قصر سلطان، والله انا ما ادري الحفله مناسبتها عند من؟ عند ناس عوالي من عوالي. نعم. ما ادري. اي خبر انت ابو رايد. نعم. لا ما لحقت عليها، بس في مداخله هاتفيه معه في برنامج قال لي عليه. قال وانا اجي يوم جيت لي هذا رشيد الزلام، جاك الموت ترك الصلاة. هذا رشيد صياف ما عليه، أنا قلت بحاورتين ثلاث ما مستور مطلق، بقينا في رشيد. رشيد عاد هذا مصيبة. مصيبة. يا حياة يا موت. يعني علامة ما تحد تجاوزها، حاجز ما تجاوزه إلا بكل صعوبة، ما هو ممكن يعطيك بيت هنا الموضوع. كنت شايل هم من هذاك اليوم. اي والله انا شايل هم لحد الان، حتى من الشعر يتعلم. والله انا هذا الشاعر الصح. والله اني حتى اللي يجيني الحين ما اعرف شكله اساسا ولا اعرف اسمه، يقولون شاعر نشيل منها. ليش يا اخي؟ وش الكلام الفاضي؟ جيت انت رشيد. الكلام وانت اللي يعطيك الكلام ويملي عليك بالموهبه يملي على غيرك. ثقه جميله. لذلك جيت انت رشيد. جيت قام رشيد. قال علموني يعني لو ما الحياه علموني. قلت بعس ما ذاك في علوم الطراقي، والله ما ادري ايش اخي، ما ادري فيها الكويتي ويصبع عراقي، والله انا نسيت الشطر كله. بس المهم قلت لا تعلم بعد ما شفت برق المزود، اول السيل عندك واخر السيل باقي. الله يرحمك. كان معك خيزرانه على شطر طوب، ما نسيتها ابيض، اضربها في البرجه، قال قرار انتهى الموضوع. الله اكبر. الله يرحمه. انا استمر عاد، بقت بيني عاد انا ورشيد مواجهاته. نعم. عنيفه بس من النوع الثقيل، يعني اللي ما فيها بعض ال ابو فيصل مستور السالب. مستور عصيمي يقدره وتقدر انت كل الناس، بس مستور عصيمي له عند ابو فيصل محبه وتقدير كبير، وش السبب ابو فيصل؟ والله يا اخي خليني اقول لك، مستور ورشيد ابغى مستور عصيمي بشكل خاص، خليني اجيك بالموضوع كامل. مستور ورشيد ومطلق وخلف بن هذال والشعراء اللي ما لحقناهم بعد، محمد بن تويم وجر الاصباط
وهلال السيالي الله يرحمه، هذا اعلام شعر عتيبه، يعني شعراء قبيله يجب احترامه وتقديره. طيب. لكن انت حتى في مجالك الاعلامي قد يكون لك العب بندر مو ابن عمك، قد يكون فيه زميلك اعلامي ثاني توده، لا لا توده اكثر مما تود بندر، او بينك وبينك خصوصيات اكثر صحيح. من بندر. نعم. لذلك والله اني ما عندي شيء يعني اميز ان رشيد ابعد ولا رشيد مو بوافي ولا مطلق ما، لا بالعكس ابو جميل وافي الله يرحمه معي ومع غيري. بس مستور في علاقه مستوريه بيننا ويه، لان ايش ارتبطنا اكثر لان دعم يعني نقدر نقول دعم حبيب في البدايات، وكل الشعراء اللي لعبوا معي دعم، حتى اللي ضدي دعم. نعم. يعني هنالك حتى ما في مواجهه بينك وبينه، هنالك من يقول انه سبب ارتباطك مع مستور ان مستور يسمعك ويطيع شورك وانت تستحي منه بذكائك، تحاول تسحب مستور عن فلان وعن فلان وتكونوا لكم جبهه ثانيه. اخي ترى الموضوع اللي تكلمونه ترى انا اكبر من الكلام اللي تكلموا فيه انت. الافكار ما ادري من افكار كيف وصلتنا كذا ابو، خلني اقول لك، خلني اقول في الحكايه الحين طول الزمن جت كذا، احنا لو عشنا بالاشياء هذه كان من زمان احنا عندنا مشكله، مو بالان جديده. اسمعني خلني اقول، احنا رجال مثلنا مثل غيرنا من الرجال، نقدر ونحترم والرفقة لها حقها والاحترام لها حقه، سواء انه من قبيلتك ولا من الناس الاخرين. نعم. لكن كوننا ننظر الامور اسحب فلان رد فلان، والله لا نعرفه ولا علينا منها. طيب. ولو نبي ايش اسمه نسوي الاشياء هذه لقيتنا خمس شعراء نموت. طيب. الشاعر اللي ظهر ومع شعراء ومعه فيصل الرياحي مع في تلك الفترة وسببها ثورة في المحاورة. الآن المحاورة أصبحت مريضة، حبيب قطع شوط طويل، ألا يفكر حبيب العازمي بأنه ينهض بها من جديد مع الشعراء المتواجدين الآن أو يعتزل؟ الله يا أبو خلني أقولك شيء، أول شيء حبيب العازمي ما هو بالمعني في هذا الشأن لوحده، شعراء فيه شعراء مثل حبيب العازمي ويعنيهم الأمر مثل نعم، والأمر ما هو ما هو بالكيف، أنت معي؟ نعم. الأمر له عدة ارتباطات له عدة مسببات، لابد أنها يعني يصير يعني التفكير فيها كيف تتخلص من هذه الأشياء. أولاً المحاورة الآن بالكم وليس بالأفضل، بالكيف. نعم. نعم سمعت منه لا؟ نعم. وسائل الإعلام متعددة. نعم. الملل الموجود عند الناس من تكرار المحاورات. نعم. الشاعر نفسه في شعراء عندهم شعر وابداع، لكن الان ما هم مستعد يقول شعر ترى. نعم. لان الناس ما تميز في هذا زين ولا هذا شعر. انت قلت تهريج ابو فيصل. اقول لك ايه معظم الشعر انت في صحيفه قلت اقول لا لا وقلت قبل اربع سنوات قلت انا بعتزل وهذا تهريج. لا لا ما قلت بعتزل، قلته في صحيفه اليوم ابو فيصل موجوده. صلى على النبي انا ما قلت بعتزل، اذا انا ما اقول علي ولا اذا قالوا لي الناس اللي قلت ما يحصل في الساحه الشعريه الحاليه في محاوره تهريج يا اخوي، وانا ساعتزل الساحه الشعريه في جرت اليوم ما بصح عام 1400 ما قلت ساعتزل. اسمعني خليني اقول لك شيء طبيعي، اذا مني ما اعتزلت بموت واعتزل خلاص نفسك طول بعمرك. خلنا اتكلم الله يجزاك خير. الموضوع انا اقول لك الشعر الموجود الان ما اقول ما في شعراء مبدعين، اقول 90% كل التهريج تهريج كل 90%. كيف تهريج؟ يعني كلام عادي مركب وزنه قليل يعتبرها هرج ولا لا؟ ما في عمق. حتى الشاعر اكثر الشعراء انا شفت لقاء البارح للشاعر سفر يقول انا بعض المحاورات اقول ماني راضي عنها، هو صادق لانه يفرضها على الموجود، يفرضها على الرغبه الموجوده، الناس اللي تلقى الكلام هذا ما تلقى غيره، معي؟ فهو يقولها ما هو راضي عنها بس، وغيره واجد من الشعراء. شو السبب فيصل؟ يا اخي المتلقي انت الحين اذا صار عندك بضاعه يشرى منها 24 حبه في اليوم، انت معي ولا؟ وبضاعه ما يشرى منها غير انت تسوق اللي يباع منها 24، انت معي؟ جميل. اذا صار ان الناس تسمع مني الكلام هذا ويرضيها وانا امشي شغلي واخذ فلوسي واروح ابى ارضيها، مع العلم اني احتفظ يعني الى خصوصيه الشعر لي انا. يعني الان لا زالت تهريج محاوره فيه؟ طيب مرضت المحاوره في الوقت الحالي؟ يعني مو في كل الاحيان. ولا كيف مو في كل الاحيان؟ يعني هي فقدت التوهج من الشيلات ولا من وش؟ لا خلي الشيلات موضوع من الحفلات؟ من انا قلت لك من كثره تكرار المحاورات وكثره المناسبات. يا اخي من اول في السنه كم؟ 70 حفله قول 50 الان في الليله 50 حفله.
كيف الناس ما تمل؟ و30 قناة وانتم قبل يا ابو فيصل 7000 يوتيوب. انت كم حفلة قبل؟ كنا 100. طيب ما اثرت، ليش تاثر الحين؟ ما في غير هي المياه الشيء اللي فيه شعار محاورة يمكن ما تجي 100. طيب والحين نفس الوضع؟ لا 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 لا، الان في الرياضة 15، في الطائف 15، وفي جدة 15، وفي المدينة 15، وفي في المملكة بالليلة تلقى 500 حفل. هي بس انت كشاعر ما انت برايح الكل في ليلة بتحفي في الرياض. انا خلني انا بس انا لا لا شيء. يوم تقول ضاع الكيف الحين وبقينا في الكم، ليش ضاع الكيف؟ الناس اللي تتلقى، احنا نلقى نلتمس للناس اللي تلقى عذر. الناس تسمع لي في الرياض ولا تسمع لي في اليوتيوب ولا تسمع لي في التلفزيون ولا تسمع لي في الكاسيت. تشبعت ما صعبة يا اخي. نعم صعبة حتى من الشعر النظم. الناس الان تعال الحين اسالني واحد يقول لي تعرف قصيدة؟ يقول والله اعرف قصيدة بدي والوقدان، ولا اعرف البلعبون. طيب ما تعرف الشعراء البارح؟ قال والله يا اخي من كثر ما ادسم. صح ليه وش السبب؟ بس ما في كثره الوسائل الكم المتكرر. يعني الحين الناس من اول، يعني الناس ما عاد تنصح الحين، ما عاد الابيات تردد في النص، ما عاد الابيات تردد فيه ابن الحلال. ليه؟ طيب وين بس الناس؟ انا اقول لك من كثره الكم ما عاد تفرز المفرزه، ما عاد فيه. طيب انا برجع للمحاورات القديمه. انا كنت احفظ لك محاورات كثيره والظاهر اني لها الحين. أبا نرجع للذاكرة شوي. محاورة القديمة أحلى ذاكرة وأحلى وأجود شعرا. ذكر رباعية، الرباعية اللي أولى ذكرتها بينك وبين فهد وحمود أسمي، وفي رباعية ثانية بين فيصل الرياحي وشديد وانت وملفي، كانت محاورة نارية لا في الموال ولا في البيت، كان برضه مثول على 3 وقفات وأربع وقفات، الطائرة تشر على ايش هي بدايتها، يقول والكبت نقشر فتح البيبان هو اللي عقد رؤوس الحبال يحل هذا البيت والموال. كان في بيت قوي من فيصل الرياحي، وكنت انت تلعب وترد على فيصل وشديد وملفي، قام ملفي ورد عنك على فيصل الرياحي. تتذكر ليش قام ورد عنك واخذ دورك؟ ما ادري يا اخي، ما اذكرها، بس ما كان دوري مع فيصل انا. الا كان دورك مع فيصل من بدايه المحاوره. والله انا اذكر محاوره حتى ان شديد كان انا ما اقدر ابدي. الا بقول لك شيء، انا حافظها بس الالفاظ فيها شوي ما ودي اطرحها، لكن هي كانت بين انت تلعب قابل البيت بغير ذا. انا اذكر محاوره فيها حاجه علامه فارقه، اذكر محاوره فيها ملفي وفيصل وانا وشديد. اذكر ان شديد ما كان مطبق اللحن في البداية، لا ما كان مطبقه، وكانت الأمور ماشية على السليم، وانت وش اسمه وانت وفيصل كنتوا يردون على بعض. قام فيصل جاب بيت قوي ويقول أروقك يا ولد روق، وما تتذكروا. قام ملفي وخش ورد على فيصل، قال اترك عندي ورد على فيصل. رحت انت قلت أعطوني حبيب شديد علشان أشده فوق، ورحت انت اللي شديد. ليش صار التبديل هذا؟ والله اني ما أتذكر يعني، انا اقول لك لكن انا وملفي عطى البيت يمكن اذكر انا وملفي كلنا واحد اعطيته، بس ما انا ما اقدر استرسل المحاوره لان المحاوره كان يمكن الالفاظ فيها شويه. والله اني ما اذكر. طيب. اذكر المحاوره عشان البيت اللي انت قلت هذا. لكن عادي انه يرد، بس ما ادري يا اخي هل كان حبيب قال قم يا ملفي رد عني؟ لا ما اظن. هل حماس من ملفي ان شاف البيت قوي من فيصل وقام ورد عنك؟ والله ابو وافي كفو وانا ماني في حاجه احد يرد عني. طيب لكن ابو وافي وكفو ولا رد عني ونح. ملفي طيب. في نفس الحقبه اللي انت فيها ولا نفس المرحله؟ ملفي لا ولا يعتبر قدم مني. ودي اسالك ابو فيصل، يمكن ودي اسالك في الوقت الحالي وفي بينكم وبين بعض الامور، يعني شعر المحاوره بينهم حتى امور من تحت الطاوله من ناحيه منح الالقاب. الان شاعر الهيله وخرب نتكلم فيها بإسهاب، وانت كلم ابو فيصل من عندك، كل واحد يقول انا شاعر الهيله وشاعر الفلاني شاعر الفلاني. اول شيء لقب شاعر الهيله في القبيله يطلق على الرمز ولا يطلق على اي شخص؟ والله اني يعني الالقاب لهالدرجه تعطى لاي شخص؟ خلني اقول اولا انا والله اني ما اؤيد الالقاب. الالقاب تعتبر من الكماليات، احيانا الواحد يحتاج احيانا ما يحتاج، معي كماليات مثل الاكسسوارات اللي يحط، خذ الجوال حط فيه مساكات حط نعم. ما لكن شوف الشاعر اللي يقف على المنبر من قبيله العتيبه ويمثلها هو شاعر،
وإن كان اختص بها واحد ولا اختصوا بها عشرة. لكن أنا لا منح اللقب. أنت من تشوف هالحين شعر الهيلة؟ أنا أقول كلهم شعر الهيلة. لكن إن هذا الأول مستور العصيمي شاعر عتيبة وعتيبة هي الهيلة. وزبر القاضي. وزبر القاضي ونعم وشاعر. وملفي المورقي. وشاعر الهيلة وملفي المورقي شاعر الهيلة. أنت اللي أطلقت على زبر القاضي شاعر الهيلة؟ لا لا لا. والله لا أطلقت لا على ملفي ولا على زبر. ما أطلقت على الاثنين. أبداً. وطيب وشاعر عتيبة من اللي أطلقوا على مستور؟ خلنا نقول. أطلقت عتيبة. عتيبة يستاهل. ما هو بنا. وكرمت عتيبة وقال شاعر عتيبة. طيب أنت في بدايتك كنت تنبسط لي قالوا لك الشبح. لا لا أنا والله شوف خلنا نقول. أنا ما يعني الألقاب هذه والله إني ما أعترف. مو معترف ما تعنيني. أبو نايف خلي برجع على شاعر الهيلة. إن كانت طال عمرك إنها مجرد إعجاب واحد أطلقها. جزاه الله خير. الشبح أطلقها عليك بكرة الحضرمي. لا لا لا. لا. هذا كان في جريدة الندوة. ما أدري من الكاتب نسيت الكاتب اللي كتبه. وكان يقصد به الطائرات اللي ما تكشفها. الرادارات. الرادارات. بعدين جاء مع دربه واحد في نفس الجريدة وكتب لقب ثاني النجم المتوهج. نعم. بعدين جاء مع دربه منصور الحربي في مجلة المختلف وكتب الدولار مدى الدينار. الدولار. كل الأشياء هذه أنا أقدر اللي أطلقوها. والكينج وملك المحاورة. الله يبيض وجيههم. وحنا الكينج سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره. كينج المحاورة. ويحفظه. في مجالك. حتى الكينج مغروح. يسموك وزير الدفاع برضو في بعض المحاورات. بس وزير الدفاع محمد بن سلمان. لا ودي أبو فيصل شاعر الهيلة وقصتها مع زبر القاضي. خلنا الليل إحنا في استراحة المرقاب. سوالفنا خلها تكون بريحية. هالحين كل واحد يطلق على نفسه شاعر الهيلة. أنا بهالخصوص وأنت حضرت يمكن هالمسمى خلني بسألك بالذات شاعر الهيلة اللي يمثل الرمز ولا يمثل أي شخص؟ لا شاعر الهيلة لا يعتبر أنا لو بعطيه شاعر يعني شاعر عتيبة أنا لو بعطيه يعني شاعر عتيبة اللي يقول مستور لا شاعر عتيبة بيعطي شاعر عتيبة ملفي 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 وزبن والله أنا مسوون عيون الثنتين سمعت منه لا كلهم بني عام ورابط أنا لو في يطرحوا لي يقول لي يا حبيب صوت شاعر الهيلة بقول أقدم شاعر في عتيبة وشاعر الهيلة من هو الآن؟ اللي يكون ان شاء الله واحد انا ابو 120 لكن انا اقول ملفي كفو وزبن كفو وش اسمه ومستور يعني انت تقول أي شاعر يعني لا انت اجابتك ابو فيصل لا معليش انت اجابتك تقول لا ملفي ما هو بشعر الهيله وزبن ما هو بشعر الهيله اللي اكبر منهم هو شعر الهيله يا اخوانا ما اقول ملفي والثاني انت تقول اكبر واحد انا اقول لو يطرح لي يقول ما تقول ابو شعر الهيله اكبرهم سن واقدمهم خبره ممتاز هذه عندي 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 مبررين نعم ايه انه اقدم وش اسمه هو اكبر سن هذه عندي مبررين ولا هم كلهم شعراء العيلة وملفي كفو بوافي ملفي شاعر ملفي شاعر شوف انا اقول لك شيء بقول لك حاجه والله لا علي من ملفي ولا علي من احد ملفي هو الشاعر اللي لا يمكن تتعب ما لقيت عليه ملاحظه في البيت اللي يسويه معي يعني كفنيه دائما يعني نادرا ما كفنيه يعني معنى لفظه قلب كيف تكلم ما تكلم تكلم يعني كيف يركب اسلوبه في الفتل التركيب خلفت له النكت يعني هذا ميزه في الشاعر المحاور اللي يعني لازم يكون انه محريص على الموضوع يعني متمكن ابو وافي مثل من يكتب المسحوب وفي الاخير يعود الهلالي وبعدين يعود يسحب انت معي تلقى في الشاعر متمكن في الهلالي يكتبه ما تلقى على درب ما يمكن يسحب وفي ناس تسحب طيب تكلم في ملفي وزبن ملهو زبن طال عمره كذا صار لنا مبيت انا زعلان على الكلام هذا يحطوا لهم لجنه بينهم ويفصلون بينهم من ترشح ان اللجنه اللي تفصل انا ارشحهم كذا لا 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 انتم اللي حطوا اللجنه لو نبي نحط لجنه للفصل في اللقب من ستختار اللجنه؟ انا اقول يحطوا لهم محاوره والمحاوره تتكون من 120 بيت ايه اسمعوا يا ملفي يا زبن ايوه والله يا ابن الحلال الموضوع طال عمرك مو منصب وزاري وملفي خلاص خلينا ندخل الموضوع خليني اقول ملفي غني عن اللقب اساسا نعم وزبن يسد النقاب عتيبه اساسا نعم هو من قضاة عتيبه ولو في حاجه اللقب طيب والشعر كله الخطوط الحمراء في شعر المحاوره مع حبيب العازمي ادت بك الى السجن في فتره من الفترات لا والله ما اديت قصه الزيت والغاز لكن الزيت والغاز المساءله طيب المسألة صح فيها بعض لكن ما هي بعشان الموضوع فيه بعض كثير انه سئلت في بمحاورات والله اني سئلت شعراء المحاورة سألوا كثر والله ماني شمس الرقيبة عليه ابو فيصل الزيت والغاز الزيت والغاز نبي سالفتها لا خذ الزيت والغاز محاورة زي المحاورة الثانية وش قصتها؟ ولا لا قصة ولا شيء
كنا في اللهم صل على محمد في الرياض في الخيرة الخيرة في هنا عند الدعاجين شيوخ الدعاجين هيضل، وكنا في حفلة. المهم انه في ديرة الهيضل الله يمسيهم بالخير الهيضل وشروها من الرجال كافي. وكنت انا وفيصل و مستور مستور. طبعا يعني خلنا اوضح الموضوع يعني على البساطه. كان قبله شو اسمه يعني من ضمن ال في ايام كانت فيه رفع لل اسعار سعر البترول. طبعا هذه الظروف الاقتصاديه واحنا مع وطننا في الظروف السراء والضراء ما في. نعم. بعدها جت تداولوا كلام قالوا ان انه في بشره انه بينزل السعر البترول. الغريب في الامر ومن باب المصادفه دائم شاعر المحاوره مثل شو اسمه مثل الرسام اللي يرسم اللوحه بعدين في شيء في باله بعدين يظللها تطلع للناس تفسيرها عكس اللي في خياله. نعم. مستور كان في موضوع قريبة من الموضوع هذا. طبعا الموضوع هذا قبلي يخصنا كقبيلة داخل قبيلة. وجاب قالنا بنعرض الدعوة من أول بيت على الشيخ ابن باز عسى الشيخ يحبي يحل الدعاوي يبي يرخص البترول والزيت والغاز وبكرة يجيك الخير من شرق ضار. طبعا انه إذا انحلت هذه المشكلة إنه بيصير فيه علوم زينة إن شاء الله في نفس المشكلة. إيه وأنتم في نفس القبيلة. إيه هو نفس. طبعا حنا دائما كشعراء قبيلة يجب إنه حتى لو كان بنعالج موضوع بيننا إنه نعممه لا تلبسه ناخذ لباس آخر بما يفهمه الناس. أي مشكلة عند يعني ظاهرة في المجتمع أو شيء يتكلمه الناس فيه إنه نستخدم هذا المصطلح بحيث ان الامور ان ما نبين حتى لو كنا بنتطاول على بعضنا والمعنى في بطن الشاعر او شيء معناته ان المهم درج الموضوع بهذه الطريقه. مستور الله يذكره بالخير يوم شاف الناس تشجع على انه بنزين وصحيون انجرف بعض الاشياء شيء بسيط لكن ما تصل الى تفكير الناس اللي فكروا فيه. سئلتوا؟ نعم. يقال انه حبيب من تسبب في ببيته له من تسبب في المساءله يرى الحجاز ابشر لك بقيد وحجاز. لا والله انا بس انا كنت احذر وهم انا انذر وقد اعذر. انا قلت البيت هذا على اساس ما يغرق البابور. طيب من انذر وقد اعذر. سئلت ابو فيصل بهالخصوص؟ ما سئلنا يعني مشت عفى عنا اللي عسى الله يعافي عنه ويسكنها الفردوس الاعلى. امين. الامير نايف بن عبد الله الله يغفر له الله يغمد روح الجنه. امين. التمريرات في شعر حبيب معروف بالتمريرات وخصوصا على الشعراء اللي توهم مبتدئين. التسللات واجد عنده تتعمدها. وليش ما تقول اشعار اسلي؟ دائما انا استشهد ب لا لو قلتها وليش؟ كان اقول السؤال 100% يعني. نعم. لكن على الشعراء المبتدئين ما تقدر تمرر على الشعراء شعراء اسلام لانهم هم يعتمدون الفن هم اصحاب الخبره. نعم. في المجال هذا. طيب ليش مررت على الشيخي؟ ليش مررت على الشيخي ابراهيم الشيخي؟ ليش ما مررت على شعراء اسلام؟ يا كثر ما مرروا علي ويا كثر ما مررت عليه. الشيخي تو بادي وجاكم مررت عليه. وش قال له الشيخي؟ شاعر من شعراء العرضه من الاذكياء. شعراء العرضه دهات ترى ما هم بشعراء حي الله. نعم. واكثر التمريرات عندهم والمقال الله يكفينا شره وجسوا في مجالهم احسن. نعم. ايش يقول البيت؟ يقول حسبي الله. لا يقول حي الله الشيخي اللي له 3 سنين مفقود. لا ما هو بنا. لا هو هذا بن شايق. هذا بن شايق ولا 3 سنين مفقود. طيب وش تمريرتك بيتك اللي مررته على؟ ما ادري انا ما مستحيل اقول لك قلت البيت هذا ومررته. انت تسالني اجاوبك. طيب يوم قلت سليم لو قلت سليم حبيب العازمي لا يشهد لاي شخص يعني نادر ما يشهد لاشخاص في المحاوره وشهدت لي صقر سليم هو يستاهل صقر سليم. طيب إذا أنت والمشاهدي
وبندر. تقولون ان شاعر صقر سليم ما هو بشاعر؟ لا يا اخوي شاعر وقفار، معناته ان شاعر تزول. لا شاعر ومن الشعراء المميزين ومسي عليه بالخير. يا الله لك الحمد. إيه؟ بس انت شهدت. اسمعني انا دائما ما اجاوب الا على السؤال، بدون سؤال ما اجاوب. خلني اقول لك الساحه مليئه بالشعراء وفيهم خير شعر ورجوله واجد، مثل صقر ومثل ما جاء حبيبي بيجي غير، ما يحصل حصرين على حبيب ولا على اي شاعر يعني. والله يعني هل خلاص مثلا الحين كنا نقول مطلق ومستور وصياف ما يجي بعدهم شعر؟ صح جاء بعدهم شعراء، فيهم اللي هم على حدهم وفيها اللي اقل وفيها اللي ادب معي ولا. ولذلك ما شيء حصري يا ساتر. صقر سليم تشوف انه من جيلكم، من نفس تفكير جيلكم نفس، ولا في ابتكار وفي تحديث؟ والله خليني اقول لك شاعر صقر شاعر بما تعنيه الكلمه في جميع المجالات، في مجال المحاوره. جميل ما عليه ملاحظه. طيب تركي 2000 تركي الميزاني، انت اول من اطلق عليه لقب تركي 2000؟ لا والله ابدا. مكان بيت لك قلت؟ لا 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 ما اطلقت، كان في مكتب في جده، وتركي الله يذكره بالخير ويكتب له الشفاء العاجل. نعم على فكره والله ما زرته، ما ان شاء الله بزوره بكره، ولكني ارسلت له التهنئه بالسلامه وحق الاعلان من يم الله ومن باب الزمان. طيب. نجي ونزاور. احنا نبي ناخذ فاصل، بس قبل ما ناخذ الفاصل لكن انا اذكر قلت لك بيتي انه فيه. كان مكتوب، لا ما قلت بيتي، كان مكتوب في ايش اسمه في احد المكاتب جده، لافت على صورة تركي مكتوب تركي 2000 لأن في عام 2000 يمكن أنا قابلته قلت تركي 2000 صح. بعدها في الرياض أذكر في حفلة، لكن أنا أطلقت اللقب والله ما أطلقت، لو أطلقته ما جحت. أبو نايف الواتساب بيشتكي، سواء على جروب استراحة المرقاب ولا على الواتساب بشكل كامل، يحبونك أبو فيصل. الله يوفقك. الأسئلة كثيرة لكن إحنا حنجعل من أهرامات الشعر الأمانة. جزء للمشاهد أبو فيصل. لكن خلنا نبي نقول جمهورنا شوي، خلنا بس نعطيهم بعض الامور على اساس. اي والله احنا اخذنا الوقت عليه، اخذنا الوقت عليه سردتوا على يقول استراحه المرقاب. سؤال الشعر، ليش ما تطلع في قناه الساحه؟ والله هذا شيء خلاف شخصي، هذا السؤال. خلنا اقول هذا خلاف شخصي، وانا حر، القنوات واجد والساحه تبى تلقى الاملاء. طيب وش كان سر الخلاف؟ وانا موجود اساسا لي حفلات في قناة الساحة ومحاوراتي كل يوم تنشر قناة الساحة، والله يوفقهم. والخلاف هذا ما يعني لي أسأل عشان أجاوبك. يقولك السلام عليكم ومسي بالخير. حين أنت خلافاتك مع الشعراء ومع القنوات دائم خلافاتك، كان في فترة من الفترات كنت تقول المحاورة اللي ما تجيها قناة المرقاب أنا محضرها، ليش؟ ما بصح أبدا أنا زكي لله ابو فيصل ما بصح. في بدايه المرقاب كنت يعني لازمي تقول جيبوا المرقاب اجي، بس كان يشيل قناه الساحه كان ياخذ اللوجو ويحطه على جنب، وكنت ترفض قناه الساحه. اي نعم. اي لا ياخذ اللوجو ويحطه على جنب. لا شيء شخصي، الملعب اللي تجي فيه الساحه ما تجيها. لا ليش؟ خلاف شخصي. خدمتكم الساحه اول ما جيت؟ اول ما جات يا اخوي خدمتني ولا ما خدمتني؟ هذا ما يعني كنت كسائل. اذا انه الامر هذا فيه معني، المعني فيه المسؤولين في قناه الساحه، ما هو اللي يسال الناس ليش، هم اللي يسالون ليش. طيب انت وانا جاوب والله هم الله يوفقهم، وبيلقون طال عمرك قنوات ناجحه، ثلاث قنوات ما هي بوقفتنا الحبيب العازمي، ان جا فيها ما تشتغل والراحة انا وان جا فيها تشتغل. ينزلون محاوراتكم الان؟ في موجود. طيب يقول ان اللي يغضبك منهم عشان ترفض وجودهم انهم ينزلونك المحاورات اللي يكون فيك يكون ادائك فيها مش على الرتم المطلوب. خلني اقول لك والله لا تابعت المحاورات تنزل، ودايف المحاورات انا عارفه. انت معي ولا لا؟ وان كان اللي كبوه لك اللي جوا حصان كبوه، وان كان اللي شيء الى الان انا ماني بنبي يمسك. طيب جمهورك من حقه يعرف السبب، لو الموضوع انه موضوع عام لا فانا والله لا اقوله، لكن الموضوع ما هي واقفه قناه الساحه علي ولا انا واقفه عليه. طيب خلنا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الشهر مبارك عليكم جميعا، انا من المعجبين في حبيب العازمي، شطر بيت الارض كيلو مربع والجبال اربعه، حبيبي يقصد الشعار الموجود في معي برج التوضيح، اخوكم منير فالح القحطاني من الرياض. ونعم يا منير فالح والله يمسيك بالخير، وانا ما اقصد الشعر. ها؟ ما اقصد الشعر. البيت تحافظ هالبيت؟ اي علقت بسمه ونوقعت لتر، الارض كيلو مربع والجبال اربعه. هذا الموضوع ما بخص بالشعراء اساسا، في موضوع في نفسك
لا لا موضوع معروف معنا معروف. طيب البرنامج أمس عليكم بالخير من يقول لك من خارج المملكة ويسلم عليك عبر التطبيق ومستنسين هذا المساء. طيب يقول لك هذه قصيد كل شعر لماذا عبد العلاوة شلونك مع أبو فيصل؟ عبد العلاوة أخو صديق ما في بينكم شيء؟ لا 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 حتى اللي كانوا يقولون السابق في برحة القزاز في محاورة أنت وياه؟ المحاورات يا كثر في برحة القزاز في برحة القزاز ولا برحة العباس واتي. لا في في بيت أو موال في بيت بس ما أقدر أكمله وكذا يا أخي خلني أقول لك في بقدر ما أقدر أكمله في أمور ما أدري أنا والله ما حفظ بس خلني أقول لو أنا بنرجع للمحاورات وشوايبها ما لعبت مع فيصل ثلاث محاورات أبو فيصل ندمت أبو فيصل على محاورة ما حد ندمت أنا شوف ما محاورة للأمانة أبو فيصل خلني أقول لك أنا والله الذي لا في نفسي إني أندم على كل بيت فيه التجاوز على الشخص أو على قبيلته إن شاء الله إني ما أتجاوز إلا إني أرد أما إني أقصد القبيلة بذاتها وتجاوز عليها إن شاء الله أنها ما تسجل إن شاء الله وأنا محترس واتكل على الله يمكن لكني ما عمري أنا أرد صح طيب أما تجاوز الله يا أخي ما هي ما أتذكر إحنا بنأخذ ضرب الشاي بس العب بن الله يرحمه وسام بينك وبينهم والله ما بيني وبينه لا طيب ولا رد الله يرحمه قابلني في حفلة السامر وجبيني وبينها محاورة ومن أجمل المحاورات وأحسن إيش كان المعنى فيها؟ عاد كان اللي فيها وبعدين اللي راح هو جلس في الرياض والمناطق هذه وأنا في الحجاز والله ما قابلت في حفلة بعدها ولا قابلت ما حد رفض الثاني يعني كذا والله لا رفض ولا تقابلنا ولا حد رفض الثاني والله ما حرمان ما تقابلنا طول السنين هذه كلها والله ما تقابلنا حتى في أي مناسبة ولا هو يرفضك ولا ترفضه ما لا لا ما هو برفض كلمة أنه يعني ممكن أنا يدعى وأنا مرتبط وهو يدعى ومرتبط لكن انت عارف ان بداياتنا يوم التوهج الامور كلها في الحجاز وعبد الله ما جانا اساسا لا معي ولا من غيري اساسا بشكل عام الله يرحمه طيب في بيت لك يقول يا مرحبا بالسدارة خوال ملوك محلة عتيب الهيلة بيت زمان خوال النبي هل هي محاورة ولا قصيدة؟ لا لا بيت ترحيبة ترحيب؟ اي وش يعني قصيدة؟ هي بيت مثلا الحين جيت قلت يا مرحبا يا بندر هذا طال عمرك كان يقال انه مفتعل حبيب حاطه من عنده بس اللي قايله أي. يعني معترفين اللي قال يقول ما كان في موجود حلالي ولا ولا حلالي ولا حر ما كان في جمهور ولا كان في ناس لا لا في ناس وفي رجيل الموجودين وهالمحل موجودين لكن ما كان وقتها الناس انها تردده ولا ثار الا الشيخ سلطان بن حميد الله يرحمه كتب في جريدة الرياض انا انت ابو فيصل شاعر محاورة بوزنك وشاعر ذكي وشاعر يعرف منين تؤكل الكتف تقول هالبيت ذا وما تقصد فيه شيء طيب انا قاصد فيه وانا صادق السدارة خوال الملوك وعتيبة خوال النبي نعم وش يعني وش الخلاف فيه؟ وش الخلل؟ ما في خلل وش ما في خلل بس في تكبير يا اخوي سبحان الله حتى لو في التكبير الملوك على عيوننا وروسنا ما في ما في مفاضلة البيت ذا؟ يا اخوي انا ماني بلي رضعت الرسول من حليم اللهم صل على محمد عشان بني سعد جون خوال عشان تقول ليش تقول بس ليش تقارن مع البيت ذا؟ يا اخي هذا سياق أنت ما تقول علشان كذا وكذا أنت لازم في السياق هذا السياق والله يا أبو فيصل إنك ذكي في طيب في محاوراتك بناخذ فاصل وفي طلعاتك لا خلنا أقول لا خلي يقول قصة ترمي على البيت خلنا أقول لك هذا طال عمرك لأن كثير قالوا محاورة خلنا أعلمك والله لا أبو محاورة أنا سألت عنك كذا مرة قلت محاورة أساس إني ما أبغى أثيره تسمعي أنا ما أبغى أرد خليه يشتهر بطريقته تسمعي البيت أنا قلته وجيت له مناسبة عند ومن كانت مناسبته عند الشيخ غزاي بن عارف الله يرحمه وكان ضيوف الأمير عبد الرحمن بن عبد الرحمن السديري الله يرحمه والأمير سعود بن عبد الرحمن السديري ومعاه مجموعة جاءوا جلسوا على الكراسي كذا مثل جلستنا وقلت البيت هذا والله لا أبو محاور ولا بصر كلهم ماتوا الضيف المعزب سألني الضيف المعزب ماتوا لا في شعراء موجودين في من الموجودين يا لا موجودين ومعروف طيب المخرج شب عليه من اليوم فاصل أنت ما خلني أقول لك خل الفاصل سعود الله يرحمه عبد الرحمن الله يرحمه وسعود موجود حي يعني لكن في شاهد على الكلام هذا في جريدة الرياض وسلطان بن حميد ممتاز خلي شبع النقطة ذي بناء أنا قلت البيت كذا والله لا هو بمحاورة ولكن تتوقع يعني أنه يبي سألني واحد والله نظن مجلس سألني ظن مل في المورق الله يطلب الخير وقتها قلت أيها محاورة والله لا يبي محاورة وأنا عارف أن عبد الرحمن الله يرحمه شاعر مصيبة مثل أقول حياكم الله يا يا ابو فيصل ما تقول جزاء فانت طيب طبعا انا قايل لان الجمهور يرد يا اخي اقول الفاضي انا ها
الفاضي ان شاء الله ما بلي كل شيء مليان ولا قصد اجل ليش انا شاعر لا صرت اني ما اجيب بيت مليان اجلس عندي بيت لا والله بيت مليان وشاعر يا ابو فيصل وشاعر والمعنى في بطن الشاعر يا ابو فيصل طيب اللي يبي يدور المعنى يشق بطن الشاعر اجل اذا صار لنا في بطن طيب قبل ما ناخذ الفاصل نبي نسمع شعر شعر سلم سلامة في صفوف سلم سلام المواد عرف عن كفه وغضاء من اجل تقول النوم يا اخو احنا كبرنا الان هذا نبي نسمع مطلوبه والله انا مشكلتي في النظم اني ما احفظ قصائدي لاني ما ارددها ولا الحمد لله انا قادر اكتب النظم نعم وقادر اقول العارضه وقادر لكن في حاجه في وقت طيب نسمعها وناخذ الفاصل عساني ما اضيع يعني كان بس يمكنك تحفظها اذكرك سلم سلام المواد عرف عن كفه وغضاء من اجل تقول النوم داخلها وانا عيوني تهل الدمع وكفه كف دمعي بكفيني وانا ملها كله علشان ما شوش على شفه اخشى يشاهد دموعي ويتخيلها غالي وانا اغليه واقف معه في صفه وطاوع له وظيم النفس وازعلها يا روح روحي وروح الستر والعفه اركن علي همومك وتحملها مالي وليف على الروح ملتفه اللي انت اللي عليك الروح باذلها وان كان في صالحك هترجح. ما ترجح الكفه وش كانت الحب والعشره من اولها شبيت ضوك وانا ما قلت لك طفها اصبر لو قلت طف النار شغل صح لسانك اذا مشاهدينا الكرام تاخذ هذا الفاصل ثم نعود لكم ما تروحون بعيد صوم ناس نجفت مضاجعها حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها اقبل اقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها حي حي يا مهموم جيب همومك وجمع اقبل اقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعنا اقبل اقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شل دخان حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد يتجدد التحية والترحيب هذا المساء ومع ضيفنا الشاعر الكبير حبيب العازم حياك الله أبو فيصل يا هلا وسهلا يا مرحبا وسهلا أبو نايف الجمهور له نعم الجمهور لحق بنقرأ من الهاشتاج على السريع تكون الإجابة أبو فيصل على السريع أبو محمد يقول سؤال لأبو فيصل عن هل صحيح أن اعتزاله أصبح قريب والله يا أخي شوف أنا أقول أن الشاعر اللي له جمهور أنه ما يملك هذا القرار نعم إذا منهم شفت الناس ما يبوني يبشرون الله من يكب نعم أنا أخذت الهلالي يقول البيت اللي حي الله الشيخ اللي ثلاثة شهور مفقود نعم هو أخطأت أنا هو بن شايق بيت حبيب يقول حي الله الشيخ اللي جرته حمراء مرحبا بالشيخ اللي جرته حمراء أنا قلت لك أنه بن شايق أي نعم هو صحح لي حبيب نعم يقول ما هي يقول انت كنت تسرق الحان بن خلب بن هذال في المحاوره انا في مثل ايش الكينج عطنا مثل ايش يسلمون عليك كثير اللي يذكرون السلام كثير راح نقرا اسمهم على اسماء ابن نعم اشقت ابراهيم ابو محمد كلهم يسلمون عليك عادل المخلفي شكرا يا عادل غريب الدار نوت ابو لما عادل جميله نبي قصيد ابو فيصل شيله صرخه الخافق عبد العزيز الفضلي سيف العشق اساله محاوراته في الغاط السداره خلاص محاورات الغاط ايه كيف كانت شاركت فيها جميله جدا كان برعاية الأمير سعد الناصر الصديري جميلة جدا نعم اسألوا عن محاورته مع بن شايق الله يرحمه في حفل السامر وش كان المعنى أنا سألته وش كان المعنى ولكن ما أبغى يجيب الجمهور كثير يقولون أنه المعنى كان على المعزبي خلني أقول لك اسمعني أول هل الحفل أول شيء لا أنا ولا شاعري بجلس في محل شاعر محاورة يقول أنا معناه كذا طيب ايش تقول للجمهور يقولون كانوا انتم تقصدون اهل الحفل او في الحفل او والله يا اخي ما هي باساسا ما هي من سلوكياتنا ولا من اساليبنا نعم اسمعني
والحفل أكبر من الشعراء وأكبر من الشعر. نعم. محمد مطلق شكرا يا محمد. سمو الهلال شكرا يا سمو الهلال. يبقى رأيك طلال الصوات. طيب اللي يسألون عن مناسبة الأبيات أو تفسير الأبيات حبيب ما راح يفسر أبياته. لا لا بالنسبة للمعنى المعنى يعذروني. نكتفي بذكر أسماء. إذا أن في خلل مثلا في البيت أو نعم. كلمة أنا مستعد أوضح. جميل. أما أني أشرح أن هذا أنا معناه كذا ومعناه كذا. كل واحد برش يحط يعطيها معنى. ولا في الشاعر يقول لك. أما إذا كان عندي مثلا خلل أو عندي شيء التباس في التركيبة أو في الجملة هذه ممكن. طيب. الخوية المطانيخ أجاب عن البيت اللي تثار حولها التساؤلات الكثر. أبو تركي شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله شكرا جزيلا لك. حنا نقراها من الهاشتاق بعضها يجيبها. زايد المطيري شكرا جزيلا لك. فهد بن عايض سعود بن ربيع العازمي شكرا لك. تتذكر من محاوراتك مع نواف العازمي الله يغفر له؟ لا والله اني ما اذكر. حفلة العفاس في الكويت تذكرها؟ والله ما اذكرها. اذكرها مع مفرح بيتين وثلاثة ما ادري. هذا يسألون يقولون حفلة العفاس في الكويت. فيها فرح الضمني. فرح الضمني. ايه. كان فيه نواف منور. ايه موجود. موجود ما تذكر بيتين؟ والله اني ما اذكر. هذا ريان الحارثي يقول منهم شعراء المحاورة البارزين الان على الساحة. يا كثره. عدد لنا اللي يعجبك يا ابو فيصل اللي تسمع له. خليني اقول لك. اللي اولا لما اتكلم عن اشخاص واترك الاخرين ما يعني انهم اين مهم من الشعراء، لكن الانسان لما يكون في هذا المنبر يعني احيانا تحضر ينسى. لكن انا لو اقول لك الحين في نخبه موجودين من الشعراء وفي نخبه قادمين من الشعراء وفي كثير شعراء، لكن خلينا ناخذهم مثلا مثلا خلينا نتكلم عن اللي يعني اللي مو بجدد في الساحه اللي لهم فتره. نعم. عندك مثلا فواز العزيزي هذا شاعر يستاهل. فواز ما يحتاج، هذا شاعر ما يختلف على اثنين. نعم. شاعر يعني تمكن يعتبر يعني عنده اكثر من علامه استفهام في المحاوره. كيف علامه استفهام؟ اقول لك كيف. الشاعر هذا كم خبرته؟ لو تجمعها تلقاها فترة بسيطة. لو تلاحظ عليه في طرحة تحصل ان طرحة قبل قديم. لو تحصل عليه في الرد تحس انه مو طبيعي. هو فواز ذا. فواز نعم. يعني متكامل. الكمال لله، لكنه متكامل صار ينظر شيء. صار يدور حول موضوع التمريرات والمقالب. طبعا هذه من 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 اخطر اساليب الشعر ومن افضلها في نفس الوقت، لانه شعر محاوره يعتمد على الذكاء. لكن الله يمسيه بالخير وشاعر طيب. مختلف وفي كثير. خلنا جبت واحد يتحملني مشكله على العيد بكره يقول واحد انا يمكن ما اذكر طيب. اذكر وين عندنا مثلا الشاعر نامي السلمي، عندنا كامل الحليلي، عندنا شعراء كثير من سليم. يعني اقول لك ان الشاعر اللي الشاعر المبتدئ عند سليم يعتبر عند القبائل الثانية الشاعر في المحاورة بالذات بالذات. لكن والله انهم كثروا اعد وخلي من عندك مثل الشاعر علي العضياني من الشباب اللي حنا قبيلتنا، عندك سمية حبيب الزراقي. حبيب الزراقي ترى يكون يكون ان شاء الله فيه حبيب الزراقي يقول طلع فروقه حبيب سمية حبيب المشهور هذا جاني في الواتس يلا تحبيب الاول يدف حبيب الثاني قاص. هذا سلطان الجلاوي قال حبيب الزراقي اثر شعار برقه كل ابوهم دفهم مسطور سلطان الجلاوي يجيب الهرج مجاني. هذه من حبيب الزراقي رساله. اي يقول لا في واحده ثانيه يقول حمد العصيمي يقول لقيت حبيب الاصلي لقيت حبيب التقليد وحبيب الاول تقول والثاني فيها شاعر لا عده على عده لا الا على انا وبعدها انا اغير اقول يا حجاج من واجبك تشتال مستور توديه للكعبة يطوف ويرد وترد. أكمل لنا في الشعراء اللي الآن بارزين على الساحة. يعني في شعراء في نخبة شعراء يعني
والله يا ابن الحلال بعد. طيب واسع. يقال ان حبيب العازمي ما يشهد لشعراء العتبان الاقوياء، ليش؟ اوكي ما يبعد يشهد. شد الذراع. طيب انت ليش ما تشهد؟ يعني انت ذكرت اسماء الحين ما يا اخي خليني اقول لك، يعني ايش خليني اقول الحين لو اقول لك ملفي المرجي شاعر، ايه؟ وش تعتبر شهادتي هذه؟ تعتبرها وش تفسرها لي انت؟ فسرها، لا تقول لي شهاده. لا ما هي بشهاده. ليه؟ قباله. هذا ملفي في حاجه طيب. يقيمه ولا شهد. نترك ملفي، نترك ملفي في الشرف، في وصل العطياني، في سفر الدغيلبي. وصل العطياني علم، مو بشاعري مبتدي. سفر الدغيلبي. وسفر الدغيلبي علم ورمز من رموز شعراء قبيله عتيبه. نعم. ولا يستهان بهم، هذول شعرانا. سلطان الجلاوي. كلهم شعرانا هذول. طيب. سمعني خلنا نقول. ووصل العطياني علامه فارقه في الشعراء في جيلك. انا علامه فارقه شاعر، مو بشاعر حي الله. نعم. ومرزوق المقاطي وش اسمه وحمدان العصيمي وعبد العزيز العازمي. وبهذا العالم ابو فيصل قمت محمد العازمي كلهم شعراء عتيبه قلتهم نعم. كلهم الان ابو فيصل وش اقول يعني اقول لك بكره تقول لي انت تهمش فلان انت بنفسك تقول لي ما مهمش انا اسمع لما لكن في شعراء تجاوزوا النقد والنقد تميزه ممكن انت تاخذ له بيت على ملاحظه تقول ايش رايك فلان قال كذا ليش ممكن اما تقول ايش رايك في الشاعر بعد 40 سنه تسالني عن في الشعر من هم الشعراء القادمين للساحه الان في علم الغيب ما ادري لا اللي تقول لا اتوقع انه اللي موجودين على الساحه الان شعراء لكن شوفوا ايش يصير مستقبلها حسب الحظوظ والتوفيق المسابقات اللي خاصه بالمحاوره ابرزت شعراء لا لا لماذا لا يعني ممكن ايش خلينا نقول الشعراء اللي تفوقوا فيها الماده عمرها ما تفرض شاعر تبعي ولا اسمعني لكن هي الناس تعرفت على الشعراء من خلال المحاورات بس ما هم بلا في المركز الاول ولا في الثاني يعني تقييم المسابقه لهم ما نفعهم شيء انما شعرهم وصلهم الى الناس. انت معي؟ في شعراء جو يعني ممكن خرجوا من اول المسابقات. سواء انهم في المحاوره ولا في النظم. هي شعر الشعراء شعر المعنى ايش رايك فيه؟ شعر المعنى الشعراء مسابقه ايش رايك فيها؟ خدمت شعر المحاوره؟ والله يا اخي إيه نعم ما دام انها يظهر من خلالها شعراء حتى لو ما هم فايزين بجوائز ما مش اظهرت شعراء على الساحه منبر اعلامي شعر هو اللي يظهر. اسمعني خليني اقول لك اي شاعر الان يفوز مسابقه بفلوس دوره بعد شهرين ما تلقاه الا نادر علي الدعيه فاز بشعر المعنى ايش رايك فيه؟ شاعر محمد بن شديد شاعر وراك تقول دورهم ما تلقاهم اللي يفوزون بمسابقه بفلوس يا اخوي ما تلقاه متواجد على الساحه ما هو ما تلقاه خله متواجد الحين نادر تشوفه محاوره ما يتواجد لكن هل حامد القارحي اخذ الاول؟ سلك سؤال لا ها؟ لا هل منصور سلطان المنصوري اخذ الاول؟ لا متواجدين لا صح الله؟ نعم لكن اللي اخذوا الاول والثاني وين؟ ما هم متواجدين 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 بس ما يشاركون يا ابن الحلال ما لهم التوهج هذول اكثر منهم توهج واكثر حضور طيب ماذا لو دعوك شاعر المعنى لتكون في لجنه التحكيم؟ لا لا ان شاء الله انا ما ادخل في اي مسابقه تحكيم ليش؟ بس ما ابغى شاعر لا 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 في المحاوره ولا في ما ادخل فيها انا ايش السبب؟ ما ادخل خصوصا اللي فيها التصويت أي. ما ادخل إيه طيب ليش اسوي ايش القناعه اللي عندك تخليك ما تدخل فيها القناعه طال عمرك انه انا ما يؤخذ برايي 100% تسمعني ولا طالما ان الموضوع انا لي 30% ولا 40 والماده لها 60 ليش طيب يعطوني 70 وياخذون 30 ابو نايف ترى ترى الهاشتاج بيوصل الترند الليل مع ابو نايف الحمد لله في كثير من الامور احنا البارحه الهاشتاج وصل للترند باسئله الجمهور واحنا نشكرهم ونقدر لهم اليوم واصل الترند برضو ونقدر لهم كل هذا التفاعل علاقة كثير من الأسئلة علاقتك بترك الميزاني طوال الفترة السابقة تمر بتذبذب أحيان أصحاب أحيان أعداء وأحيان والله عجزنا نعرفك خلنا أقول لك أنا رجال بديت في الساحة ومحلي واحد معي ملا شلون محلك؟ لا خلق خلافات مع احد واللي خلق لنفسه خلافات يروح يجي اساسا والله دبلوماسي يعني خلق ما في الشاعر يقول انا غلط علي حبيب الان يجيك يقول غلط علي يوم كذا ولا سوي فيه كذا ولا حسوي معي كذا لو يجي يطلع علي قناه ويقول للناس اسمعني خليني اقول لكن كل شاعر له حريته في نفسه يبغى يكون نفسه جماهيريه يبغى يكون نفسه يعني تركي اللي يمتنع ما يجي يلعب معك في فترات من الفترات اصلا ما في احد ممتنع اساسا الا فيه لا فيه انت تركي ما تلعب انا ماني ممتنع وهو ما ممتنع اروح اسال وهو ما ممتنع اساله ما جاوبك اساله اي اما انا ما عندي هذا انا على الهواء ما عندي امتنع
ابدا لا ولا امتنع عن اي شاعر غير الشاعر اللي ما هو بعاقل. نعم. تركي الميزاني جاء بينك وبينه في فتره من الفترات تعسر، انت تعسرت في البدايه وجبت له موال مسوى. خلني اكمل لك سؤالي وسؤال الجمهور جالك تحيه وبعدين جاوب. انت جيت وكان حبيب العازمي قال لصاحب الحفل ابن عمه الشعراء ازهلهم عندي، انا متكفل فيهم معونتك مني، يقال كذا. انت بعد ما اكمل سؤالي جاوب. انت انف اكد اي وازهل الشعار عندي انا متكفل فيهم معونه زواجك. كويس. وهو طبعا سعود بن جدي بن زريبه من شوخ عتيبه ومسي عليه بالخير، وقلت له زلم عندي، ورحت جبت تركي وحمود اسمي وجبت له موال في الشقر تبي تعسر فيه، خصوصا تركي برز نجمه في شعر المليون وفيما بعد شعر المليون، وجيته بهالبيوت اللي فيها تعسر. هذا كلام الجمهور يا ابو فيصل. طيب ولازم تتحمل. ما خلوا اتحمل واقول انا ما عندي. تفضل. اللي هو هبه هبه صل على. نعم. محمد. اول شيء ابن زريبه الله يمسيه بالخير مو في حاجه اني اتكفل انا وغيري. نعم. سمعت ولا لا؟ يتكفلني انا وغيري. نعم. والله لا تكفلت له. نعم. كلمني الرجال والرجال حي موجود وقلت انا والله مرتبط وانا عند ربي صادق. نعم. والله اني مرتبط ولا اكثر. انا مرتبط في حفل. وقال لي تكفى تكفى تكفى. قلت شوف ابى احاول لك بقدر ما استطيع. وقبل الحفله بثلاث ايام صاحب الحفله انا معزوم عنده علمته بالصراحه، قلت يا ولد انا الرجال هذا كذا وله حق علي وعليك. وهالحين ادخل على الله تعذر. نعم. تسمعي ولا لا؟ نعم. وقالتها ودقيت على سعود وقلت انا جاي. مو بسعود على بدر. نعم. جيت وقلت انا جاي. سمعت منه. نعم. وجيت والله لا مبيت لتركي ولا مبيت لحمود ولا عندي في السالفه كلها تفكير. كان شقر وجديد. خلني على ما هو بجديد رجال الشقر هذا كم نغني انا وزيد والشعراء موجود وجايني ورعني يمكن عمره 15 في قصر الاخت يذكرونه مغنيه معي بادع علم شباب. ما هو في شيء صعب يعني وش اسمه ولا في التعسر اللي هو ذا الموال ذا. ما هو بتعسر يا رجال ولا هو صعب ولا هو صعب على تركي ولا على حتى اللي يتعلم. وش اللي صعب؟ صعب كلمتين تردها مع بعضها. هذا كلام مو صح. لا لان جاء في ردة فعل من تركي في الرياض يا اخي. خل وجاب لك موال. خلي كمل. انا تسالني واجاوب ولا تجاوب؟ بس لا تقول تعسر لان جاب لها بديل. لا مو بتعسر. طيب تفضل. التعسر تبع قانون الشعر ولا قانون اللي يهرجه؟ لا قانون كنت. قانون الشعر ان التعسر انك تغني بيت يشيل الصف ها ولا والشاعر ما يرد له، هذا التعجيز. بيت طيب يغني الصف معك والشاعر ما يرد له. ممتاز. انا وتركي والشاعر ما هو ملزم في الرد على الموال اطلاقا. ترد ولا ما ترد؟ ما انت ملزم. ما انت ملزم. بس على اي شاعر غير. اكمل لنا القصه. اما شان لعبنا محاوره عاديه، تركي لعب ولعب في القاف ولعب في الثاني ما فيها اي شيء عادي زي محاوره المحاوره. رحنا جاء يوم من الايام مناسبه دقدقوا علي وجوني ابن حالي ابن اخي. قلت سمى بشر وانا صادق والله اني اعزهم واقدرهم خوالي وخوال ابوي وخوال جدي وحموله طيبه ولحم ودم ورجالنا احنا من يوم من على ولنا احنا وياهم ابد وحدي. نعم. والله ليله الحفل اللي جاء الموال هذه فيني ضارع من المستشفى واخذ نبر. تركي يعرف الكلام. وجيت وجاب تركي الموال ما عندي ذيره ولا عند تركي ذيره. قلت يا تركي والله يا اخوان انت رفعت الصوت، اما وطى الصوت ولا خلني الغي ترى من في المرجي موجود يجز. قال لا ما عليك اذا ما ابغى ترد اترك. ولاحظوا الحين في التسجيل الجمهور يقول لا رد وهو يقول اترك ما عليك منه. بس تركي بنفسه غيرت. طيب ليش ما رديت؟ ما بس كذا مجر عادي. لا انت ما رديت، انت قلت انا صوتي تعبان. طيب وفيها شيء فكونا من الموال. طيب ورجعت وجبت موال الاجبار هنا قال هات موال لا لا طبق صوتك عادي. هذا طيب زي ايش اسمه ابراهيم الشيخي ما جاب رد على موال بن شايك صح ولا لا؟ سمعتوا ولا لا؟ ما رد. هذا محمد السناني ما رد على جر الاصوات. نعم. انت معي ولا لا؟ نعم. هذا وهذا وهذا يا ما حد قال يا ناس، لكن الناس تحسسوا ان فيها موضوع وانها رده فعل وانها كلام وانها تعجيز. التعجيز الشعر اللي بيعجز حبيب لا يجيب ال 20 بيت، يجيني عند الميكروفون ثم يدور راس اهون ما عنده اهون ما قال ثم كان الشاعر يثبت وجوده. طيب السبب علي من الخرطة السبب انك ما رديت كان صوتك؟ كان صوتي ولا ما لي رغبه رد يا اخي ماني ملزم اساسا. طيب ابو فيصل ولا في اعتبرها هيب تركي ليش ما قال اعتبرها تفوق من تركي عليك. طيب انت تقول ماني ملزم. انا ماني ملزم لو تركي قال لي لا رد ها تركي ما بقول لك رد يقول هذا لا عجزت وخلاص لا لتحدى يقول رد
لا يقول لك قال عجزت خلاص عجزت حبيبي خلاص قولي بيعجزني لا يلعب معي على موال يلعب معي على قاف عادي طيب انت ما كان احنا عجز ولا عجز ابو فيصل سمعت الموال مره ثانيه حق تركي لا اله الا الله لا 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 سمعته بعدين لا ما كان فيه كان فيه كسر صعوبة لا هو لحن مضاف اساسا مضاف على حروف عادي اصلا تركي كان بيقوله هو زيد في حورة النخبه اللحن هذا نفسه وبعدين تركي ترى بس انه ممكن حملوه بالتركي لا بس يقول تسلح بتركي عساس هبه ما ادري ما انا ما انسب على تركي يمكن لو تسال تركي يقولوا لا اللي قصد فيه الا مجرد موال عاد ومسيه بالخير ابو نايف ومسيه بالخير يمكن لو تساله يمكن هذا لا لا ما نقول كذا انت ثاني ملعب لعبت معه جاك الرجال مجهز او انه بادع في الملعب الرد وانت ما رديت والجمهور فهمها قالوا حبيب عجز عجز تركي عجز الحين انا انتهيت شعريا ولا انت تركي بسم الله الرحمن الرحيم انتم ليش تعطون الامور اكبر من حجمها ما يعتبر عجز من حبيب لا لا ما بعجز العجز القافل اللي يغنيها الصف وانا ما ارد عليه هذا العجز وانا كفو يا ابو فيصل واسال الشعراء اللي اكبر مني واكبر من تركي هذا التعجيز ان الصف يرد واي شاعر متى في شعراء يقولون تركي عجز حبيب في شعراء من شعراء محاورة ربعك يقولون تركي عجز لا يفقهون هذا ما يعرفون قانون الشعر اللي يقول الكلام التعجيز اسال الشعراء اللي قبلي واللي اكبر مني واللي لهم حق الراي ما هو بنا إذا إن الصف يشيل البيت وأنت ما ترد عليه هذا التعجيز وي شاعر لعلمك يقدر يقول بيت تشيل الصفوف والشاعر ما يرد له يقولون بان عليك الزعل في ذيك الملعبة والله لا بان علي زعل ولا أنا بزعلان ولا علي وهذا شيء أصلا ما أنا ما أفكر في الكلام اعتذرت بالصوت وفيما بعد شلت الموال على قولتك يناسب طبقة صوتك عادي ما في شيء لأن الرجل يوم قال ما عليك منه متركه يعني عادي لا تغني لو أنه مصر قال لا غي ايش اسمه رد ولا انا غير ما عليك منك ترد ولا ما رديت اقول انا عجزت حبيب بحاول يعجزني في المره الاولى وانا عجزت في المره الثانيه يا بندر الخط والله لا ما اظن تركي في بالها الكلام هذا ولكن الناس اللي لها فيها ابو نايف خلنا كلام يمكن خلنا نروح الجمهور والله ما انا ما اعتبر جمهورنا في تويتر طيب تفضل شاب علينا عطني يقول اسالوا غريب الدار يقول اسال حبيب على البيت يقول يا راعي المني احنا ردها اخر الذوات تبى تحتلمها ما جتكم حلوه طيبه ايش قصتك بيت شي محاور هذا جمهورك ابو احنا فس. نقول ان الابيات صحيح بس انا قلت يقول ايش قصتها ما له قصه بيت محاور عاد مع من مع عبد الله بن شايك طيب وش رد بن شايك ها وش رد البيت ايش معناه معنى ما بتحتفظ فيه معنى طيب عبد العزيز الفضلي انشد حبيب مع محاورته مع عبد الله المقاطي يعني من الشارع عبد الله يعني المقاطي عبد الله المقاطي بشريرو وين في ما ادري هذا سؤاله يقول لك ارجو سمو الهلال او دائما هدريبك اللي هي تسال تقول اسال حبيبي عن حفل العفاسي بالكويت لعبته مع نواف بن منوي رحمه الله وقصه الشطر هذا خلصنا من جوج وجاء دوره بن ماجوج والله ما احضرها ما افتكر انها المحاوره انا ما ادري يا اخي ترى حفل العفاس جا فيه زعمه وجا فيه وصفيه محاورات بس والله انا ما احفظها احفظ ما ادري بيت للضامني بس ما انا حافظها طيب والله مكتب مرقاب الشعراء طيب ايش رايك فيه ابو فيصل مكتب زي المكاتب مرقاب الشعراء ومراقيب وبروق الشعر وش اسمه يدير محمد زبن الديابي والجنادريه محمد زبن يدير محمد زبن ونعم يقولون ان المكتب لك طيب وش الجريمة اللي صار لي؟ هو لك؟ لا والله ما هو بلي لكن اعتبره لي داعم له الآن أصبح كل شاعر يعتمد على مكتب معين له خلف بكثرة المكاتب خلني أقول لك شيء المكاتب هي أساسا هدف الأساسي همزة توصل بين الشاعر والجمهور من الأساس الآن مع تعدد الحفلات كل واحد اختار له مكتب ينسق مواعيد مدير أعمال وهذا ترى هو الحال سواء عند القصير ولا في الركن ولا في مراقيب ولا في مرقاب الشعراء ولا في تراث الشعراء ولا أبكي عد وغلط ما له حد ولا الجنادرية مكتب الجنادرية من المكاتب اللي لها أقدمية ترى في المجال هذا والله ما أدري الآن من كان مالك الصلاح انطير الآن ما أدري من اللي أملك لكن كلها وسائل رب رزقني ورزق مني هم مستفيدين والشاعر مستفيد تمعي اللي يصور واللي يبيع شرطه واللي حاجز موعد لكن ما بشرط اساسي انك يا الشاعر تصير حصريا في مكتب ولا ابو فيصل احمد الناصر الشاعر الكبير
في مسيرة أبو فيصل، كيف يرى في هذا الشخص إلى في الشعر المحاورة إلى هذا اليوم؟ والله يا أخي أنا تكريمه من قبل، يقول خلي أبو فيصل يقول تكريم محمد الناصر من قبل شعر المحاورة. والله أنا الأول فيهم. استاهل أبدا. كفو أبو فيصل. طيب. وأحمد الناصر والله هو اللي مثله يستاهل مني مني مني. إحنا نبي نعتذر لجمهورك بس الأخوان اللي تسألون في تويتر، إحنا بنقول لكم شيء. تفسير الأبيات اللي ترسلونها وش المعنى ما راح يجاوب عليه، لذلك نحن نختصر الوقت ما راح نطرحه، لأنه شاعر محاورة ما راح يقول لك معنى بيته، قال لكم إذا في خلل أو في الوزن أو شيء حنطرحه، فلذلك نعتذر من الأخوان، لكن مرحبا ومسهلا فيكم، وفي جوائز الليلة كثيرة وحبيب بعد زعلان علينا عشان الجوائز ست، وإن شاء الله نتفاهم حنا ويا آخر الحلقة. يلا الخير. إي. وش ست الجوائز ثلاث اليوم؟ ثلاث الجوائز. بعد أنت لا طلب زيادة هو قلنا ست. بنرضيكم ان شاء الله. والله انا راعي البعير اللي واخويه قال سق البعير وانا ابخص. قال البعير طال عمرك قال فيه وفيه قال سق وانا ابخص. طيب من عرفت شعر المحاور هنا ومع جمهوره يقول حبيب ذكي بحاجه واحده انه اذا جاء الشاعر وجاب له معنى قوي وبلش فيه حبيب او حاول يهمش البيت قلبها نكته مع الجمهور. قبل اني اقول يجينا المعنى القوي علموني بالشعر اللي جاني بالمعنى القوي قلبت انا قم بتكرر عندك كلمه يقولون حتى يقولون كرر عندك كثير انك تقلبها نكته وتقوم تضحك مع الجمهور وتسفه الشعر. خلني اقول لك ما في شاعر اني بواجهني اكبر من اللي واجهوني. سمعت اللي حي منهم والميت. ما عمري جاني بيت قوي وقلبت نكته اساسا، لكن هو شوف الاساليب تختلف. الشاعر احيانا يجيه البيت وحتى لو كان قوي اذا انه رد عليه تمعي ممكن انه في النهايه يحرف مسار المحاوره الى النزول تمعي. فيختار طريقه امثل تمعي نكته لا اسلوب لين تلطيف مثل ما امر الله سبحانه وتعالى موسى اوصى موسى قالوا قولوا له قول اللين يعني لفرعون يعني يقولوا له حتى انه لعله يقولوا للإنسان هذا يعني أنك غلطان أو أن هذا ما هو بصح أو أنك يعني أساس أنه ما يجرفك إلى أشياء تتجاوز فيها أنت. لازم أنك تتعامل القسوة أحياناً باللين. أنت معي؟ بحيث أنك ما تولد مشكلة. نعم. أنت معي؟ نعم. أو تنزل المحاور لازم تحافظ على توازنها. لازم يحافظ على توازنها على أساس أنها جميل. الواتساب يقولون الليلة عليها ضغط مو طبيعي من الأستاذ علاء الحين يقول عندي ضغط مو طبيعي على الواتساب. احنا بنكون معهم اول باول، الاسئله مكرره ما راح نقولها سواء في التويتر مكرر في الهاشتاج او شاهدت الحزام العصيمي قلت انه حيكون علامه فارقه في ساحه المحاوره وحيبقى الشاعر الاول، الان لا نشاهد حزام العصيمي. ما شاهدت على ظهور انا. انت شاهدت له ما انا شاهدت ان الشاعر الى الحين الى الان وسيكون علامه فارقه في ساحه المحاوره علامه في 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 اسلوب، لكن كون انه يحالف الحظ او ما يحالفه او ان ظروفه تسمح له ما تسمح. ترى في الشعراء الان شعراء والله بعضهم انه ممكن انه عنده احسن من اللي عندنا بس ما حالف له. طيب انت سوار الذهب ليش دائما تحب تلعب معه؟ سوار الذهب شاعر مجنون مع ان بعض الناس ما شاعر مجنون بس انت ليش تحب تلعب معه؟ هذا شاعر مجنون والله يا اخي شاعر ممتع ممتع ليه؟ للامانه شاعر شاعر هذا من حمود الظاهر ما هذا شاعر ممتع لكن احيانا اسلوبه ما يتفهم الناس بالطريقه اللي هو يقصدها. احيانا يجيب اسلوب انه يعني معاكس للكلام اللي هو يرمز له. طيب عموما انا من اشد المعجبين والمتابعين لحبيب خاصه عبد الهادي من الدمام. ابو فيصل من القايل البرق يبرق والسحاب يتدرج؟ ما نكمل. طيب ما اذكر يمكن والله يمكن هذا صياف البيت. يقول يا حبيب عيني تراقبك وانت على المرقاب عند دكتور الشعر ومنك حنا تعلمنا. هذا محمد الجنيبي الشاعر محمد الجنيبي القمي يقول من اراد ان تتالق حفلته وتتميز فليدعو حبيب العازم. الله يبيض وجهه ويطول عمره. هذا من طيب محبينك واجد ومعجبينك واجد. يقول ليش ما يلعب ابو فيصل بالخرج من عام 1415 لم يلعب حبيب العازم بالخرج؟ كانت اخر ملعبه عند افتتاح مكتب الركن الوطني بالمحافظه برغم ان هنالك حفلات يدعى لها ويعتذر. نتمنى طرح السؤال
هذا من هناك زايد الدوسري. ونعم بزايد ولد زايد. الخارجة قبل العام، العام فيها محاورة لي. العام الماضي. العام الماضي. الصيف هذا. سمعت يا أبو. جهيم الذيابي. يقول مساكم الله بالخير جميعا، شكرا على الختام المميز، شكرا لكم على استضافتكم لعلم المحاورة ورفيق الدرب والبدايات. ليش اختفى جهيم؟ والله جهيم هو الشاعر اللي يعني ظروفه ايش اسمه واضح انه جهيم عند ما بدأ توهج المحاورة حظي بشرف اخوة الامير سلطان محمد الله يمسيه بالخير ابو نايف طول عمره، وصار شعره في البكاشيت وفي البران وفي طويل العمر. وشبابنا احنا المحاورة خلوها نازلت الناس. يا سفينة تنوح يلي على الغبة. تنوح من سنة 70 ما حدن عرف سواقة. أول محاورة لي مع فيصل الريح الله تذكر أبو فيصل يبله وش يقول؟ ما أنساه. ودنا نرقاك بالرجل يحضن البقوع. الله لو دونك مزن تنيش تعال براقة. والله ما أدري ما يقول يا سنة يا سفينة تنوح يلي مع الغبة التعوم من سنة 70 ما حدن عرف سواقه قال لا تكلف لا تكلف تريح ومخدوم خاف رجلك قبل ترقاه تكسر ساقه. وش قلت؟ ما ادري والله. هذا عبد الله الميزاني يقول يا رشيد كانك ناوي بالجماعه عندك قريب لا تعدى تراحيب. ايه بضاعتني يزينها من بضاعه ولا تخير في بين عمك كليب. قصيده هي ولا مغربيتين ذي؟ هذا عبد الله الميزاني. لا عبد الله الميزاني يقول هذه بيتين لحبيب لها تكمله. والله لا اظنها ايش اسمه عيدها. رشيد كانك ناوي بالجماعه عندك قريب لا تعدى تراحيب. ايه بضاعه يزينها من بضاعه ولا تخير من بني عمك كليب. واحدني ما ادري. لا انا اكيد اني اظن لي البيتين هذا ترحيب ابن سوير الله يمسيه بالخير. لها تكمله؟ لا سأل أن هذه يمكن بيتين ثلاثة. ما أنا دائما المداعبات هذه ما عديها ثلاثة أربعة. أبو فيصل ذكر قصيدتك في ترحيب إيات اللي أبو ناصر دو سلام إلى أبو ناصر وقول ايه. والله أني ما أدري أخوي يمكن أذكر ردوا سلام إلى أبو ناصر وقولوا له يقرأ رسالة من أولها لآخرها. يقرأ رسالة السلام رسالة من وجهها الخير مرسولة والمسك العود الأزرق في مكان صرة. ايه هي نحن أذكرها سني ما أذكر ردها كله مشكلة. أنت تفكوني من ترحيب. لا نبي مهما يجي كرده نبي نفكك من ترحيب. وبذكر سالفة واحد من الربع على القصيدة هذه سالفة مضحكة. اي نعم. هذا واحد من الربع يقول جاسم في البيت يقول أم دريت يقول له والله جايني أكل ولد من شبابنا يقول لا والله أنه مغير أنه أبو ناصر وحاطن اسمه اسم ولده ردوا سلامي لو فلان يقول له القصيدة اللي تروع القلب يقول جاء دق الباب وفتح له الورع وعطاه الزرف عطاه الظرف. هو شاعر الرجال هذا ابن بكر الله خلف ابن بكر يقول يوم جاتني القصيدة يقول وانا انبسط وانا افرح شبابنا طالعين فيهم الشاعر مثل الشاعر لا لا يقول عيت ذاك اليوم يقول تسوي لي قهوة شاهي ابرد عليه ابرد يقول فرحان بالولد ذا يقول وانا اسويها يقول تو الشباب تو يقول وانا اسوي القصيدة المحبوك اللي ما ورا راسها راس رد عليها بشجع وهو فرحان به يقول وانا اركب سيارتي يوم خلصت يقول انا راح اطق الباب له نادوا لي فلان يقول يجي يقول تسم انت بطل وشاعر خذ يقول يا اخي هذه ما يبي لي هذه الحبيبه العازمه بس اني غيرت لها حلالنا واحد لا بس نبي نسمع من ابو فيصل مهما يجيك الرد هي ثلاثة بيوت وأربعة يقول مهما يجيك من الردى من الخطأ مهما يجيك من الخطأ من رفيقك حاول تغاضى والخطأ لا يجي منك ترى رفيقك لو وقف في طريقك مثل الرصيد انقل وانزاد في البنك واعرف عدوك قبل تعرف صديقك ومن لا يحس بضيقتك ما درى عنك ولا تجد المخطي لو ان شقيقك وش عذرك من اللي على يسارك ويمك الله تذكر بيت الفيصل الرياح يقول يا حبيبي بحب راسي حب راسي حب راسي يوم طلعتك على ظهر السفينه مهرجان البوسنه والهرسك اي الله يرحمك يا حبيبي يا حبيبي وانا عمك حب راسي ما ادري والله ما اقول يا
يا الرياح يا الرياح كان تذكر كان ناسي من اللي كسر ضلعك وخلاها عجين. الله الله. انت قبل اجيك كذا انت تقدم على التكاسي شغلتك في المروحه بين الديوت والمكينه. الله يرحمه ويسامحه. الله يغفر له. والله شغلته الامه الطيبه. ودي اسالك عن ابن جدلان. ايش رايك فيه؟ الله يرحمه. والله يا اخي ابن جدلان لا تسالني عنه، اسال الجزيره العربيه عنه. طيب. ما هو انا اللي قايمه. انت ابو فيصل في كلامك في ابن جدلان ان هنالك من طرق دربه طرق معني اللي هو بندر بن سرور. لا هو اقول لك الاسلوب يعني الاسلوب وضح النقطه هذه الشعر الاساليب الحين مثل السائل الممتنع للشعراء مميزين معينين فيه السائل الممتنع للشعراء يعني متميزين فيه بس ما تقدر تقول فلان ان التلميذ فلان ولا فلان درس فلان هو اساليب محفوظه انت معي؟ جميل في كل شيء يحفظ الاسلوب مثلا السائل الممتنع مثل رشيد الزلام ترى واحد مره الله يجزاه خير ارسل لي رساله تشره يقول تقول رشيد مدرس ومعلم ابن جدلان لا انا ما انا اقول رشيد مدرس معلم اللي هي السالب ايه استاذ ومعلم ايش اسمه السهل الممتنع اسلوب السهل في المحاوره في النظم معروف يا اخي رشيد من اساسه من يوم عمره 15 شعري زي السالفه كذا كلام مو بسهل ممتنع طيب وابن جدلان ابن جدلان نفس النهج نفس النهج نهج لكن ابن جدلان فيه اشياء يعني تميز بها ليش؟ ابن جدلان ياخذ من الشيء المتداول عند الناس ياخذ اي يعني ما هو بشعره يعني الحاجه اللي مقربه للناس يتحولها لشعر يلامس الناس يلامس هي الناس اللي عندك مثلا عندك مشكله يعني اليوم والله يتورط ورط هذه سالفه ممكن يقولها بيت شعر انت معي؟ تكون قريبه هذه ذكاء شاعر اي اكيد بعدين ما يطوع الا شاعر ما يولف على جمله الا شاعر تشوف ان بينه وبين بندر بسرور في هناك اتفاق في المعنى وفي التركيب يعني في 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 القصائد الوجدانيه في الوجدانيه اي في 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 المعاناه زي ايش وعط في المعاناه بصير. يعني زي معاني يعني في في زي وان ابن جدلان من لا الا هذه قصيده معاناه هناك بندر فيه له برضه زي اللي يقول يعني هو اخذها منا يقول العب المنكوس وحب رباع في وايد بندر اللي في قصيده زي يقول اللي نويت الدرب ماني بطري مثل الفرجه احبال بس في هناك ترابط سلط على الدخان لهم ضري لحزت عندك تحمل مصيبه يعني هو بن جدر الله يرحمه خياله واسع ويتكلم عن معاناه سواء معاناته او معاناه الناس ترى ذو الشاعر الصحيح بندر نفسه معاناته او معاناه الاخرين يعني ما هي بالموضوع انه حصري انه بن جدران يقلد بندر هذا فكر خاطئ اساسا بس فيه طيب ما جاء من بطن معالم الناس على اربع اعضاء يا اخي في اللغه وفي حتى في الفرسان يقتدون ببعضهم ما فيش بن جدران شاعر مميز ما جميل مميز يعني بن جدران عرفت الناس قبل تعرف شكله اساسا عرفت شعره وعرفت هذا الشاعر اللي يصل شعره الى الناس قبل يصله شخصه ما طيب. الله يرحمه ويسامحه الله يسامحهم كلهم وفيصل ليش ما تلعب مني في المنقرة؟ ما قابلته ولا قبل وفيصل هذا ما هو يعني انت تقول انا بن شايق لعبت معه ملعب او جلسنا يعني 15 سنه يعني انت بمني في المنقرة يركب من 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 من, من الاعلى يدور حبيب في حفله في الطائف ولا حبيب يركب ركب راح ابو فيصل ولا حتى. يدور ايش اسمه مني في 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 حفل هذه اجابه يا ابو فيصل الله يرحم والدينك كنا نعرف انكم تدعون في ملعب انت بتقولها للجمهور قول لا اله الا الله سواء اني امتنع ولا ما امتنع انت قول لي اليوم الفلاني تقابلته وامتنعت انت لا انت تستبعد حق الحين انت ولا قابلني منيف وامتنع مني انت تدري ابو فيصل ما انت ما توافق على المحاوره من بدايتها ابو فيصل ناس يقولون حبيب ما يدري من هو من هو وش اسم الشخص اللي قلت انا يا ولد ما اجيك ومنيف عندك كثير من اصحاب المكاتب يقولون ابو فيصل اصحاب المكاتب لا مو كثير متعارف اصحاب المكاتب متعارف المكاتب ناسي يمكن لهم معارف اخرى هم ينسقون اعمالكم لا ما هم ابو فيصل متعارف عند اصحاب المكاتب ان حبيب ما يلعب ما يلعب ما هم متعارف ابد وقبلها كان متعارف ان حبيب ما يبي بن شايق وبن شايق لا يا اخي ما هو بصحيح هالحين يقولون انت حبيب طيب ابن شايق الله يرحمه ويسامحه ويبيحه يوم توهج المحاوره ومشاكلها في الحجاز ابن شايق عنده هنيه محاورات وعنده جمهور ثائر زي الجمهور اللي عندنا ما جاني لا محبيب ولا مغيره ويجي في الحجاز كان يجي ما جاء لا يجي لا الله يرحمه ما جاء الا قريب الله يسامحه ما جاء كان عنده جمهور هنيه وعنده حفلات بالكم وبعدين كب المحاورات وخذ له فتره انقطع فتره طويله ترى وعادلها في الاخير هذا كلام كلنا نعرفه نعم ولكن ابن شايق كنت انت ممن يرحبون به في قناه الساحه براجعته
وبالمطالبة طيب. وليش تطالبوني هالحين تقول أنت ممتنع؟ فيما بعد ما لعبت معه، خلنا نكمل سؤال. فيما بعد ما لعبت معه أنت متشدر عن نفسك؟ لا أنا أشهد على نفسي، أنا أقول أنت طالبت تقول أنا من الناس اللي ما يؤيد اعتزال بن شايق. رجع بن شايق جلس له 15 سنة حتى توفي. لا لا لا, لا ما جلس 15 سنة ولا 10 ولا 5، لا لا فترة قصيرة الله يرحمه. لكني والله لا أظن له في بالي حقد ولا كراهية، الله يرحمه ويسامحه. ولا بيني وبينه غير إن شاء الله النية الطيبة. واجهته طال عمرك، ولو إني هاك الحين أنا يومي واجهت في ذروة الشعر وذروة في ذروة توهج أنا. لو بمتن أقدر أمتن ذكرها صح ولا لا؟ بس أنا لعبت لرجال شاعر، ليش أنا أكره ولا أحارب؟ ابو فيصل والمنقره، ابو فيصل منقره ما قابلتيه؟ ما ترفض انه يكون في ملعبه؟ لا لا لا، اللي يقول كان حبيب اشترط عليه قال انا بجيك بس تشيل المنقره خليه يطلع. لا تقول ماني بجايك، اللي قالوا المنقره قلت ماني خليه يطلع. تقول مشغول اخونا الرجال مرتبط، انا الحين انا مرتبط اتذب اقول لك لا انا ماني مرتبط بجيك، كانك تدعين وانا عندي حفله خليه يجي. طيب ايش معنى لعبت مع اللي موجودين في الساحه كلهم الا نيف المنقره؟ ما قابلني ولا قابلت ولا جماعتنا ولا حفلة ولا شفتها على الطبيعة. ها وش تبي؟ كلام صحيح. سلامتك. طيب خلي بس أبو فيصل سؤال يمكن يكون في بعض المغتر. أبو فيصل دخلت فيها ويقال إن حبيب العازم يستبعد ناس ويضيف ناس في فترة من فترات المغترة. سبحان الله العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى يجعل طال عمرك للمسلم فرج من كل الحرج. الحين يعني هل يقولون الكلام؟ معقول ان مواطن خادم عند حاكم يجي يتدخل في شيء يرس حاكم؟ مو منطقي يا ابن حاكم ابدا ابدا. ولا على اللجنه اصلا المغتره عند الامير فيصل الله يطول عمره. فيصل انت كنت مؤثر في اللجنه المغتره فتره فتره. والله ما كان احد يتصرف فيها الا الامير الله يحفظه ويطول عمره. يامر المنسق اللي هو المجاولي، وبعدين جاء محمد القصير ويقول لك حط فلان وفلان، قوم فلان وفلان. تسمعي ولا لا؟ كلمة ان تشفعنا شاعر عند الامير، الشفاعة عند الامير ما جتك تشفعنا في الارقام ما جتك حتهم قبل ما سمعتها؟ وانا اسمع كل يوم ما الله اعلم، لكن التشفع تشفع المسلمين حتى في الارقام مو في المحاور. كلمة ان جاني واحد يقول تكفى كلم الامير، والله اني كلمت بعضهم قبل وبعضهم ما قبل. تمام ولا؟ ولا انا بقول لك فلان هرجت له شارك. المغتره امنيه لكل شاعر ان يشارك فيها ويرعاها طويل العمر الله يطول في عمره. ولا لا حبيب ولا غيره اقدر انه ايش؟ يقدم ولا يؤخر فيها. وهذه من الاتهامات اللي ابو فيصل فيه ناس يقولون حبيب متجدد دائما في الجيل السابق والجيل اللي بعده وهالجيل، يقول متجدد مع المحاوره على طول فيها تحديد. تدري ليش؟ من كثر الظلام اللي من كثر ما تظلم للناس يقول متجدد. الله سبحانه وتعالى الناس يقولون حبيب يظلم. ها الناس يقولون حبيب يظلم وشعاره محاوره ربعك شعاره لا اله الا الله ربعك شعاره محاوره لا 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 انا شوف بقول لك لا بقول لك بوصل لك فكره وانا اوصلها قدام الساده المشاهدين. ما عندي طبعك شعار محاورة. اللي جاءوا معنا في لقاءات قاموا يتحفظون، لكن اللي جينا معهم في جلساتهم قالوا حبيب هذا يفر ساحة المحاورة، حبيب هذا يحط بين فلان وفلان، حبيب هذا يقدر يجيب مجموعة، حبيب هذا يقدر يطلع شاعر لفترة، حبيب يقدر يحارب شاعر. والله كان هذا كلام زملائك الشعراء. كان أوتيت هذه الأشياء هذه من فضل ربي، لكن اسمعني اللي يظلم تشوف سيمة الظلم في وجهه وتشوفه في تصرفاته وفي حظه. المسلم اللي رايح على نيته اقول ان شاء الله انا لا نظلم ولا نظلم، وانسان ان لابد منها ان شاء الله تجينا الظليمة ولا تجي منا. طيب ان شاء الله. يقال انكم هذا سؤال، يقال انكم سفر في بدايه طلوعه حاربتوه خصوصا شعراء قبيلته ما بغوه، ليش؟ سفر؟ لا لا ما احد يقول الكلام هذا ولا يقول السفر. السفر ما قال؟ سفر شاعر طال عمرك من يوم طلع هو شاعر. شاعر شرس. قول لك انا. ايه شرس بما تعناه الشراسه. هو يقول ابتعدوا عني علشان يشرس. يا رجل احنا ما ابتعدنا عنه السفر ابن عمنا ومعنا ولا ابتعدنا عنه ولا احنا بخصم احنا بخصام اللحن. سفر ابن عمنا خصم معنا. لكن اليوم ان تواجهنا ما بيننا اي امتناعات، بالعكس سفر جانا اول ما جانا في حفله في والله يا اخواني مدري في غرب الرياض انا ومستر عصيم. ومن الميزات اللي جابها السفر ذاك اللي جاب له لحن جديد والله اني ناسي الحين، لكن ابطانا على في الحجاز اخذنا على وقت طويل احنا نغني. وسفر منهم انه طلع شاعر، شاعر ما يختلف على اثنين، لا يوم طلع ولا عليه. انتم اللي اتفقتوا على حد؟ ها؟
اتفقت على شعر. الحين انت تقولون انتم ملفي، ما انتم مع بعض، انتم انت ضد ملفي، كيف نتفق في فتره من الفترات يمكن عقب بعض. صدقني يعني خلالي والله اتفقتوا على شعر؟ لا والله ما اتفقنا بانهاء، والله ما من خريطه الشعر ولا شوف، خليني اقول الرجل اللي يهبد زاره يقول انا مستعدين فلان ولا فلان، اكتب على خبل وعلج على صدره. يا اخي الناس ما هي بعجينه في يدك تعجنها. الرجال اللي تراه تدري ليه ابو فيصل تدري ليش نقول كذا؟ ابو فيصل تدري ليش نقول كذا؟ ولا الكليد الطول على البشر ابو فيصل في مراجله ولا في الشعر؟ تدري ليش نقول كذا؟ انت هرم من هرمات المحاوره، اسمع مني. ورجل اذا جاء اي شاعر معك يحسب ابو فيصل في حساب للامانه، وانت وصلت لمرحله تقدر تحط وتضيف مع اتفاق مع الشعراء. متى واحد مخالف؟ متى وصلت له؟ طيب ها، متى وصلت في فتره سابقه؟ والله ما دريت. لا تدريبه، لا تدريبه في الملعب هو ما دريت. لكن اسمعني خلني اقول، اسمعني خل احنا تقدر تحط انت رئيس الحزب الفلاني حبيب العازم تقدر. انا لو بحط حزب يمكن لقيت معي الحين حجابات، ولقيت عندي، ولقيت انا كم لي ما طلعت في قناه المرقاب. اسالك سؤال، انت واحد من المذيعين يمكن خمس سنوات وقناة المرقاب انا المالك الثاني لها، معي ولا حلالي يعني. لو اني من النوعيه اللي عازمي كل شوي وانا جايب لي مجموعه وكل شوي على الشاشه قدام الناس، انا ما احب الاستغلاليات في الاشياء، ولا استخدم الاستخدامات هذه ولا الاشياء هذه، وانا ما ينقصني حاجه الحمد لله بفضل ربي عشان اني اسوي حساب. انا حتى لو كب الشعر الان ما يعني لي، انسى اللي حصل لي منه كافي، انسان انك خير وانت يعني ما عندهم مهم عندك شعر يعني. لا انا اتكلم ما يعنيني، ما لا 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 ما يعني إن خلاص انا اللي سويته. انسان زين يدرب الناس وانسان شيء انا ما يعني، انت جالس الحين بس تسلك ما لا ما جالس اسلك. انا الحين عشان اسوي الاشياء هذه وش استفيد؟ ازيد موهبتي الشعريه؟ اسالك ولا اثبت وجودي؟ ما يبحث عن هذه غير واحد عنده نقص في الثنتين هذه، انه عنده مشكله في موهبته الشعريه، ولا عنده مشكله في عدم وجود احساس انه عنده مشكله. انا الحمد لله لا، موهبتي الشعريه ما زكيه، لكن فيه من اصحاب العرف والعقل اللي بيزكونه، انت معي ولا؟ ووجودي على الساحه عارف انا. انا جيت قبل الاعلام وقبل الجرايد وقبل هذه، والحمد لله وجيت مع اعلام شعر ما هم بحي الله. انت معي ولا؟ كانوا اكثر الشعراء الموجودين الان اللي هم في طاحل الان، فالزمن هذاك موجودين ما اثبت وجوده. موجودين. في زمن الفطاحله ما اثبت وجوده، ولا اثبت وجود من الا بعد مات. موجود الكلام هذا، ايش ينقصني انا اسوي اجيب فلان ولا احط فلان؟ كلام. ناخذ فاصل مشاهدينا الكرام، وكانوا يقولون اي فاصل، ثم نواصل معكم الحوار مع ضيفنا لهذا المساء الشاعر حبيب العازمي. حسن اجفت مضاجعها، حي حي يا مهموم، جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم، من هموم الله رافعها. اقبل شهر صوم، ناس نجفت مضاجعها، حي حي يا مهموم، جيب همومك وجمع. اقبل شهر صوم، ناس نجفت مضاجعها، حي حي يا مهموم، جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم، من هموم الله رافعها. اقبل شهر صوم، ناس نجفت مضاجعها، حي حي يا مهموم، جيب همومك وجمع. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. نشكر اولا ايضا مشاهدي الكرام طيلة ايام هذا الشهر الكريم، وعلى تفاعلهم معنا عبر هاشتاج استراحة المرقاب، وايضا مشاهدتهم لبرنامج استراحة المرقاب. كثير من الطلبات وكثير من الأسئلة عبر هذا الهاشتاج اليوم، الواتس وتويتر يشتكي من كثر الأسئلة وكثر يعني المحبة والإعجاب بضيفنا لهذا المساء الشاعر حبيب العازمي. قبل ما ندخل في الحوارات، أشكر ونشكر جميعا كأسرة استراحة المرقاب، الراعي لاستراحة المرقاب، الراعي لبانوراما، عيادات بانوراما خليجية، لأيضا رعاية لها البرنامج وتوزيعها قسائم شرائية خلال فترة استراحة المرقاب. طبعا كما نذكركم أيضا بجمعية الخيرية بالمزاحمية، وعلى دعم هالجمعية اللي أيضا لخدمات الإنسانية وخدماتها المتنوعة في مجال الخير، وهي أيضا راعية معنا في هذا البرنامج. بداية مع أبو فيصل، نرحب بكم جديد أبو فيصل. يا مرحبتين، حياك الله.
اسمحوا لي ان يعني قصرنا في حق يعني في حق شعراء وايد عندي شيء ما تطرقنا له. بعضهم ما يحتاج الاشاده وبعضهم يعني يجب ما تطرق للشاعر راشد السحيمي الله يمسيه بالخير ابو عبد الله والله انه علم من اعلام الشعر هذا من وش اسمه والشاعر المتالق معتق العياضي يستاهل والشاعر عوض الجامعي والشاعر سويد الرزم السلمي كل هذول شعراء والله العظيم اني ودي اجدول الشعراء كلهم اللي في الساحه واقول لكن من كم اسم يا كثرهم اللي الان احنا جالس اتذكر والله ما ادري وش لكن ارجو يعني من جميع شاعر ما تطرقت لاسمه ولا ذكرته يتاكد والله الذي لا اله الا اني ما نمت جاهله. ابو فيصل ما عندك واتساب؟ لا والله. ليه؟ ما عندي. ليش ما والله يا اخي والله ما هو يعني تعرف الواتساب والتويتر يحتاج الى متابعه واشياء وانا والله يا ابن حالنا ما اهتم بالاشياء. ما عندك رقم ثاني للواتساب؟ لا والله ما عندي الا تليفوني هذا. تليفونك هذا؟ خلي بس اوري الجمهور. ايه جمهور ابو فيصل هذا جوال ابو فيصل كشاف. لا ما في كشاف بشر. هذا وش بعد ما في كشاف ولا ما في هذا هو جوال ابو فيصل هذا يعني هالجوال هذا جوال ابو فيصل لا ايفون ولا جالكسي ولا امور ثانيه هذا هو جوالك يكفيني انه ما في الاستراحه الا انا وحيد مميز دائما مميز طيب في من يقول يسالك ياسر البقيلي يقول سر نجاح ثنائيتك مع صقر سليم والله يا اخي انا قلت اولا صقر شاعر ومبدع ابو تركي الله يمسيه بالخير شاعر مبدع ما هو بشاعر حي الله نعم محمد البقمي يقول ليش صار يلعب من غير نفس وانت اول قلتها قلت انا اصلا ما عاد يعنيني حلو هو اعتزل معي لا يعني انا اقول ما عاد يعنيني اني اضيف لنفسي شيء انت تلعب من غير نفس الحين لا خلينا نقول لا ان شاء الله ما نصل للدرجه هذه في شعراء مثلنا واحسن منا لا موجودين ونقابلهم لكن اقول لك شيء انا اقول لك ما يعنيني اني اضيف رصيدي شيء ان كان اني حصلت شيء حصلته وان كان ما حصلت شيء ما عاد في اللحوق انت معي لكن ماني في حاجه اني اسوي الاشياء للناس تتهمني بها وتقول سوي ليش هذه في حاجه واحد عندي ناقص انا الحمد لله رب العالمين ما احس بالاشياء هذه ولا انا في حاجتها في البدايات وفي فتره من الفترات كنت انت وعبد الله العير كانت محاوراتكم الله يغفر له ويرحمه ندعي له في هالليل الله يغفر له بالرحمه المغفره كانت تجي بينكم محاورات قويه جدا الله واحيانا تنزل الله يا اخي عبد الله الله يرحمه والله انا ملح في المحاور الله يرحمه في نفس اسلوبه في قوه ثانيه انه شاعر قوي نعم يعني خطير خصوصا في الردود خطير جدا لكن الله يرحمه ويسامحه يبيح هذا اللي نقول وخليفه بن دواس الله يرحمه كنت اقابله تنزلون في المعنى وفي والله يا اخي خلنا نقول الناس الحين يحسبون على عبد الله العير يحسبون على حبيب العازم يحسبون على خليفه بن دواس يا اخي انت انظر لقبل ترى في الشعراء كانوا يقولون كلام ما ينقال اساسا نهائيا ولا يباح ولا يقال اساسا شعراء اعلام يقولون كلام اللي قالوا فلان ليش نزل طيب انت الحين ولا قلت فلان قال ونعم هذاك شاعر اعلام طيب قال كذا وكذا ليش ما تقول انت ليش ما تتطرق للكلام اللي قاله هذا؟ ليش ما تقول لي قال كلام سيء؟ يعني السيء مغير محسوب علينا احنا واللي اكبر منا سنا ومكانة وشعرا ما هو محسوب عليه؟ اذكر محاورة اول محاورة لك مع خلب بن هذال تذكرها؟ ايه كيف كانت؟ كانت من اي ناحية؟ كانت قوية قسى عليك فيها خلف؟ والله يا اخي خلف لا صار خلف لو انه حتى يقول لك بيت سهل قاسي شاعر الوطن ابو هذال البيت السهل ما يعتبر قاسي اذا قال لك بيت سهل لا خلف ثقله يا اخي يختلف انت الحين تختلف ترى شعر المحاره ما هو شعر موضوع عادي ترى لما يجيك شاعر يلقي عليك بثقله بثقل حضوره الحاله كافي عن شعره خلف كان قد قال انا تركت المحاره وهو فعلا والمهم انه طلبها الامير فيصل بن خالد وجاء في المغتره في الرياض. ايه. اول مره قال. ايه. بديت. يقول يا مرحبا يا خلف هذال عقب انك وصلت المطار. والطائره وقعت في الارض وانت بين ركابها. يعني حصلت الحفله وانت شاعر مشهورها. انت معي؟
ما ادري انت حاجز على العوده بحجه اوكي ولا انتظار ما ادري جيت كايت تستمر ولا ما غير بس نعم الله يا حمام من العوده ويا منا من اسبابها تعود على الاثنين قبل الساعه نعم الى ان اخره ايش قال وش يقول قحن اللي حضرنا الحصان يتبسط ذنابه لا الاسود الاسود اللي يتخلى اسباع يقول ايش يقول ما ادري والله يا اخي والله ما احفظ البيت كانت هي اذكر فيه محاوره اشرس من هذه هذه المحاوره اللي مع الاسف يعني ما حصلنا عليها الى الان وهي كانت عند الامير عبد العزيز بن فهد الله يطول عمره ما حصلنا من ناحيه ايه اللي يقول بس المشكله ما اعرف انا البيتين الخلف وثلاثه يقول ساقول سلام رديه من اولها لاخرها حريق نار توقد تاكل اللي ما يعودونها فيما مضى ما يترك المجنون للصاحي طريق واليوم قفل صاحي الدنيا على مجنون الله الله قال ايه نبى نقول قص ايه قال ايه اسمع كلامي مدش اقول والله مدش اقول ايه يقول خلف حنا نظر على الجبال اللي اطوال متونها الله ايه قال ايه ما اسمع كلام العازمي يطلع عدو ولا صديق حنا نظرنا للجبال اللي اطوال متونها قلت اسمع كلام العازمي وانت الاول فريق ما عندنا لا الناس حبه خشم حسب ظنونها انا بنقول لك الصحيح الضيق والله ما تضيق بنت الهوى حمرا براطمها تجي اردونها ما في الصحاري سنسبيل وزنجبيل ولا رحيق والشجره اللي زيتنتك تموت من زيتون الله يذكره بالخير يقول سبق ان حضرت مناسبه لدى احد رجال اعمال وقابلت احد جمهور الشعر وسالك عن موال تركي ورديت عليه قلت موال تركي وشو مبتكر ملفي ومغني تركي لا لا ما قلت لا وش سالفته لا لا اقول ان ملفي ترى جاب واحد شبيه قريب منه وش سالفته ما ملفي جد قال معوشر يقول يا حبيب كان طيب لا تغيب من قريب جيت كلي لا تذلي ما ادري ايش يقول يا حبيب تذهي ايه كان طيب قد قال ملفي بس انا ما هي بنفسه هي لا بس انا اقول ملفي قد جاب اصعب وفعلا اصعب وتركي يا ابن الحلال وش التشابه معه؟ ها؟ وش التشابه فيه؟ هلا بس مسجع حبيب كان طيب انا عادي لا لا ما اقول انه قال بس ملفي قالها قبل انا اقول له قد ملفي جاب اصعب نفس النهج يا حبيب كان طيب لا تغيب من قريب جيت كلي لا تزلي لا تملي لا تذلي 20 ترى تجابها ملفي 20 اي قلت اصعب فقط ما قلت مثله قلت لا 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 إيه؟ ما اقول انه قايلها ولا إيه؟ لا لا لا, لا. هذا كان قلت انه قايلها ملفي يمكن غلطان ما ادري جمعان ما ظني جمعان الزبني يقول ماذا يعني محمد السناني للشاعر حبيب العازمي؟ والله السناني شاعر من الشعراء اللي ما يحتاج ان نقيمه الشعر هم قيمته. فيصل المصلح يمسي بالخير ويبي قصيده ترحيب بن سويلم. منو؟ فيصل المصلح ترحيب بن سويلم سالناك عنها اعطيتنا بيت الحفظ كيف؟ والله الحفظ انه ان شاء الله عطنا قريب الحين انتم تراكم عطنا تحسبوني متجاهل في شعراء يعني ما احتاج ان نتكلم عنه مصلح بن عياد والسناني والشعراء اللي في فتره من الفترات انت ومصلح كنتوا قريبين من بعض في الاونه الاخيره ما شفناكم مع بعض كثير لا لا بالعكس ابو فهد ما يعني انا اخسر كل شيء ولا اخسر رفقه ابو فهد خلي الشعر الشعر ما هو برابط اساسا الرفقه ان شاء الله انكم لا ابدا ابو فهد شاعر العلم لكن احنا نتكلم عن الشعر واخو ونعتبره والله نعتبره ابن عم انا اعتبره هو ابن عم واحد من شبابه نعم لكن ونعم شعر رجوله كله ما هو سبب تجاهل حبيب العازمي لعبد الله بن سنان ومحمد بن طمحي هذا الحر الاشقر انا تجاهله؟ ليه؟ هذا سؤاله يعني والله يا اخي اجابتك احترامي للسؤال لكن انا وابن طمحي وابن سنان صفنا واحد وما وقفنا واحد لكن هل تعلم لا تجاهل انا لا تجاهله هل تعلم ابو فيصل يعني في حتى الجمهور يذكرني هل تعلم اول من الارض كبر القرش في عين البعير هل اول من اسس منتديات المرقاب انت؟ اي نعم وش كانت تقوم عليه؟ اول من اسسها؟ اول من اسس موقع على الشبكه العنكبوتيه انا إيه؟ يعني من قبيلتنا قبيله عتيب اول موقع انا اللي اسسته وهدفه شعري معروض شعريا اساسا نعم اسست اول منتدى اللي هو الادبي اي نعم جميل ثم مجله ثم قناه جميل جابر مصارير اسعد الله مساكم والشاعر حبيب العشر الاخير مبارك الله يبارك عليك سؤال الشاعر حبيب راي الشاعر حبيب بالشاعر عبد الله بن شايق ومن هم الشعراء الشباب يرونه الافضل
الله يا اخي بن شايق قلنا اللي عاد ان شاء الله اللي هو الصحيح. وقال الشباب الافضل قبل في حقه والشباب جاوبنا عليه. في مقطع طلع لك ابو فيصل قبل سنه كذا في سؤال احد المذيعين عام 400 هو يمكن في الجنادريه يتوقع شو يقول؟ اللي يقول اصعب محاوره لحبيب بواجهها وقلت مع مطلقة ثبيت تذكرها؟ اكيد ايه. وشو ناسبتها هذه؟ كانت في الجنادريه؟ لا في الكويت. في الكويت؟ اي مرحبا مني وانا شايل لجت الحقاد. هذه كانت محاوره قويه بس. وش سالفتها ابو فيصل؟ ما في سالفه بس انها كانت كان الموضوع فيها في طرحها صعب. لا وش الصعوبه من اي ناحيه ابو فيصل؟ الطرح. والله هذا موضوع يبغى له ساعة كاملة حلقة. معروف صعوبة الطرح. لا وش صعوبتها فيه؟ ليش حبيب قال المحاورة ذي بالذات؟ لا شوف هذا أصلا الموضوع هذا الباب هذا أول مرة أنا أطرقه الأسلوب هذا. لأنه يطرقه دائم صياف ومستور صياف مطلق بينهم حتى مستور ومطلق ورشيد يطرقون الأسلوب هذا. طبعا أنا شاعر جديد يعني الشباب توي ما صعب إني أطرق الأسلوب هذا. لذلك يعني الحمد لله عديت المرحلة بسلام يعني أشوي يعني في الطرح بس ما تذكرون أبيات أبو إلا مرحبا مني وأنا شاعر لجت الحقائق أعرف الشعار وأعرف بائعة من ما اشتراها. شوف كل شاطر له مقابل كل شيء له مقابل. أثبيتي كل ما قلنا على مقال ضايق والسبب ما السبب والناس ما يدري كذا قال البقية نجم اللي فوق خلق الله مو أقعد ما تبدأ نجوم للداحم يا حبيبي ثياب الناس سبيت الحرائق وش وراء هذا القضية حبيبي وش وراها الحمد لله واشكر عندي على الدعوه وثاق وانت اول من كتبها وانت اول من قراها والله انا ما نبيها تشتعل في اربع دقائق من غلبنا الامر ما للعين كحل الاعمى قال والله انا مع بني سفيان ما عشنا علاق ما يرب الله جود القربه ولا يغرك ما وانت ما جريت صوتك لان شفت الجو رايق ثم راح الصوت العتبان ما شيء رزعه قلت والله انا ما حسبنا العلايز ولا فايز الرحى ما تافر الحبه اللي دارت عليها كل ما جينا نصلح على كل الطرائق اعتبى بندق الرجاء دارت في اخبار الله يرحمه الله يرحمه. هذا ياسر البقيلي يقول في الآونة الأخيرة شاهدنا كثير من الشعراء يعملون حفل تكريم. ليش يا حبيب ما شفنا له حفل تكريم؟ والله حبيب من يوم انه طلع على الساحة الشعرية وهم مكرمينها بني عمه والقبائل مكرمين بالتقدير والاحترام ومشاركتي في ناس بعد ما تكريم حفل هذا شيء ما يعنيني أنا وبن عمي فيهم الخير والسلام. ماذا لو قام من أبناء عمك وطرحوا فكرة تكريم الشاعر حبيب العازمي هل توافق عليها أو لا؟ والله يا أخي ما حد يرد العلم الغانم لا أنا ولا غيري لكن أنا لا بس يعني أنت ما هو من خلينا نقول ماني من النوعية لي حريص على هذا الشيء. نعم أنت معي يعني ماني حريص كل الحرص أني أناشد أو أروح أسعى أقول يا الربع يسوي لي تكريم والله بيكرموني ربعي بيضة وجيهم إذا ما مسوي الحفل تكريم ربعي مكرميني عتابة كلها مكرمتني بتقديره واحترامه والقبائل اللي فيها خير كلها محبتهم لي وتقديرهم لي وكل تكريم. نعم يقول هل الشعر يعتزل مثل ما حدث لسمو الأمير خالد الفيصل؟ خالد الفيصل ما هو ما احنا بمنافسين له ولا نجي في كفته. خالد الفيصل أمير الشعراء ولهم معتزل. خالد الفيصل إذا نعتزل المنصة أو المنبر في أسماعنا وفي قلوبنا يعني شعره في دوين. أبو فيصل بعد هالمرحلة من عام 410 12 اليوم كذا الساحة الشعرية مرت مراحل أنت شفتها وش اللي طلعت منه بنتاجي أبو فيصل من ساحة المحاورة؟ تبى الأفضل ولا أبغى الإيجابيات والسلبيات؟ لا تبى الأفضل ولا الأسوأ والأفضل؟ لا الأسوأ ماني معلمكم. طيب الأفضل الأجمل اللي طلعت من الساحة كلها مكسبي للرجال اللي فيهم خير. كفو الله. سمعت شرواكم وشروا السابعين هذا أكبر مكسب. المادة هون أخوك تكسبها طال عمرك ممكن دكان تحط فيه ألعاب أطفال تكسب منها مادة. أنت معي صحيح؟ المادة ما بكل شيء مكسب. صحيح أن المادة والمال مع الرجل سلاح لكن مو بكل شيء. فما دام انك طال عمرك لك كسبت معرفه الوجهه الطيبه والحوات الغوانم والرجال اللي نصيته في لزوم تقضيه ابرك من المال والغير. هذا بدر بن محمد بن زبار السبيعي من الشعراء المميزين لما بن رميه من رنيه يقول مساء الخير اخوي طلال بلغ ابو فيصل السلام ونعتبره ان الشاعر الاول في الساحه من وجهه نظري.
الله يمسيه بالخير ويرحم أبوه اللي جابه يسكنه الجنة ويبقيه وإخوانه. وبدر شاعرنا معروف يعني، ولا هو في حاجة أن نزكيه ولا نشهد له، لكن ورايه أعتز به وافتخر به، وإن شاء الله أني أنا وغيري نكون عند حسن الظن. يقول وش نعد وش نخلي من عطاياه الجزيلة؟ عبد الله المويهي يقول في مدى عظم السمران وش نعد وش نخلي من عطايا الجزيلة؟ قد عطاله بيت فرقة حي قبل الاستراحة. هذا عبد الله المويهي. ونعم في بن سمران يقول قلوب ونعم الشهر كيف والله عبد الله المويهي. خالد العتيبي أبو تركي يسلم عليك. ومحمد المقاطي يقول إجابات حبيب العازمي الليلة غير صريحة، ابقى رأيك هي صريحة ولا لا؟ لا نحترم رأيك. نعم ولكن قد يكون الصراحة غير مقنعة غير مرضية حتى لو كنت صريح. نعم اسأل الشاعر عن المرحوم نواف العزمي سألنا وأجابنا. أبو نايف في 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 موهبة، في موهبة يمتلكها أبو فيصل. الشيلات نبي نتكلم فيها. لحظة خلي الشيلات. أبو فيصل رسام، ترى ما حد يدري عن الموضوع ذا. أبو فيصل عنده رؤية في الرسم، في التصميم، في الإخراج. يمكن ما يدري على الجمهور. من الرسم ما عاد أقدر، صار رسام الدرجة الأولى ما عاد أقدر، صار عندي حساسية في الصدر ولا أقدر أقرب البول ولا عاد أرسم. تصمم أنت من صمم شعار قناة المرقاب؟ إيه الله الله، وصممت شاعر الملك. أيوه. وصممت طال عمرك كل الرياضة في التلفزيون السعودي. برنامج كل الرياضة. نعم. نعم أنا مصمم. طيب الشيلات أبو فيصل، أنت في فترة من الفترات بدأت في الشيلات كان صوتك جميل. الآن ابتعدت عنها ليش؟ ما عاد في الشيلات. وش فيه؟ فيها أغاني. شيلات يا جمهور، شيلات بيزعلون منك الليلة. لا لا والمنشدين محترم، المنشدين المنشدين يعرفون الكلام هذا. نعم. ما أقدر. الشيلات المعروفة الهجيني والحدري والمسحوب وال وش اسمه والمنكوس، هذه الشيلات اللي يشلونها شلة على الهجن. نعم. على الهجن ما يسمونها شلة وشيلة، اسمها الصح اللي تنسب شيل للهجن هي الشلة. شلة نعم. لكن اسمها شيلة. لكن الآن الموجودة أغاني ولا في شيء، أغاني عاد ما الله أعلم عاد ب أغاني. ليش أغاني يعني؟ هم يقولون إحنا ما نستخدم آلات موسيقية. لا يستخدمون الإيقاع وفيه آلات موسيقية، ما هي بكلها يعني. أنا ما عاد ما أظن فيه منشد يقول شيلات إلا سعد اليامي. سعد اليامي ما قرر. أظن هو الوحيد اللي نعم. ما عاد نعم اللي يقول شيلات. لكن أول شيء إن الشيلة ما يمكن تجي على الإيقاع السريع. أبدا. أرثعوا فينا الحين بسرعتها. لا لا الحين كلها إيقاعات، بعضها خطوة وبعضها سيكا وبعضها كلها بعضها الحان اغاني قديمه شعبيه. كلها كلها اغاني، كلها اغاني. بس ابو فيصل، ابو فيصل طرقها ترى اول المشوار. ثم تركت انت الشيله. تركت الشيله، هي شيله شيله واحده. اي خلني اغنى ما ابي. اي بس ترى تركت الشيلات مع ان صوتك. انا قلت لك الشيلات انتهت ما عاد فيها ابن. لا اول ما طرقتها انت بعد شيلتين ثلاثه وقفت. انا قلتها ما قلتها على اساس اني اي تبغى فيها استثمرها ولا شيء يعني، اما في مناسبه شخص عزيز علي شرواكم ولا قصيدة خالدة قلتها بصوتك مثل قلتها بدي الوقت. ومحمد الأحمد الشتيري ما شلت له قصيدة وشلت له، بعدين اخترعنا في فكرة ايش وبندر بن سرور شلت له بدي الوقت. أنا الآن حتى في القنوات موجود التصميم هذا، كنا نركب الصورة على المقطع. هذا أول من اخترعه عنا في قناة المرقى تركيب المقطع على الصورة. لا كانت في الصحراء وكانت لا لا لا, لا بعد 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 اللي هي كانت في الساحة قبل. يا أخوي كانوا يطلعون ورد ويطلعون اسم بحر طلع، لكن كلمة إنه تقول الصقر تجيب الصقر، تقول الحصان تجيب الحصان، تقول البحر تجيب. أول مرة ركبها عنا في قصيدة بديع ولا وقت داني موجودة الآن، ما حد يقدر يتكلم بالأشياء اللي يقول الكلام ده مو بصحيح محترامي له. لكن صح إن الصحراء جت أخرجت بطريقة ثانية، سويت كليبات فيديو أنت معي، وسويت كليبات يعني فوتوغرافية صور بس. ثم نمتد الكلام هذا. طيب انت ايش تقول للمنشدين هالحين اللي على الساحه؟ ايش تقول؟ اقول الله يوفقهم ويتحرصون بس من الموسيقى وموفقين. دبلوماسي ابو فيصل ما شاء الله. ما انا اقول لك طيب يقول ما عندنا موسيقى، هذه آهات بشريه. ما فيها آهات، فيها آهات بشريه تعطي نغمات موسيقية ويحلوق منها. وين فيها النص؟ احنا اكثر من يصرخ قرار الحان، احنا ازرع نجيب موسيقى، ازرع نجيب بشريه. ابو فيصل لا فيها بس انها مبطنه كذا. والله اعلم يا اخي، احنا ما ندخل في الامور اللي فيها فتاوى والاشياء هذه. طيب ايش تقول؟ ايش تقول لهم؟ يقول احنا سحبنا البساط من شعراء المحاورة، صاروا يجون الساعه 1 2 وحنا نجي وبريتات وكل شيء. كلهم في منهج اثرت على المحاورة. لا 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 والله ريحتنا، بدل ما كنا نغني ربع ساعه الحين غير ساعه ونص
وناخذ نطلع عمرك المقسوم كم ريال ونمشي. عبد الغامدي ساعه ونص عبد الغامدي الحين ما عاد الحضره الحضره غير 12. عبد الغامدي ايش رايك فيه الشاعر؟ ونعم والله يقول انت وياه دائم قويه وحماسيه. عبد الله الغامدي حماسي حتى مع نفسه. الله يذكره بالخير. حتى مع نفسه الله يذكره بالخير. مسي بالخير. يقول سر حبيب هل في شاعر يقول من هو خليفة مستور العصيب في الأسماء؟ أول شيء يا إخواني الله يجزاكم خير، أنتم اللي تحطون خلافة واحد الخلافة للمؤمنين والصحابة، ما في خلافة للصحابة. لا فيه لا في في أي شيء خيري خالف لي خيري سلف. والله ما لقنا سمعنا غير خليفة الله في بلده اللي يضربون بالمثل اللي ما في خير. يقول أنا قال خليفة الله في بلده. الخلافة على وقت الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. لا الملك إذا راح جاء له خليفة والشاعر إذا راح يجي له خليفة خلفه. لا الحين واجد الخلافة في الأمارة أبدا. طيب وفيصل ما في الشعر. طيب وفيصل الحاكم للخليفة والصح والمفتي للخليفة في العلم والأمارة ما في الشعر. والشاعر لا لا ما في الشعر للخليفة. وفيصل أبدا. عطني مستور خليفة من دقيقة مستور كان خليفة من؟ مستور من؟ العصيم. ما تدري لما في خلاف مسعودي. كيف مستور خليفة المسعودي؟ هذا اللي يقولون يبلح حال مستور ومسعودي سنة واحد. طيب مات المسعودي ومسعودي الله يرحمه شاعر ما يشكل غبار ولا يتكرم به كثير من الشعراء. ومستور شاعر العلم ولا يتكرم به. طيب خلنا نمشي معك على رأيك. يلا ما تعتبر خلافة. واحد يجي نفس نهجه ونفس طريقته. أنت من شعراء العوازم من ترى أنه بعدك حيكون مثل حبيب على نهجه وعلى خلافته؟ أنا خلنا في شعراء. أنا شعراء العوازم الحين مثلي وطيب مني ما هم ببعدي من الشباب. احتريهم ببعدي اللي بعد الشباب ما اللي ما جاء ما أدري عنه اللي هالحين مثلي ولا طيب مني بعد ما هو ليش احتريهم اللي يجون بعدي. يا طير يا طير السعد اللي ترف الجناح. إيه هذه غناها عبد البلادي. إيه هذه زمانة الله. إيه يا من سرقت ما أكثر مرة قصيدة سرقت حتى راحت الغيرة. إيه راح لكن الحلال ما يروح. هذا يوم من الأيام كان عام 1414 واروح انا ومستور العصيمي ومستور القصير الله يرحمه معزومين في الساحل على طريق الساحل في حفله. ويوم جينا من عند مع الخط اللي يروح الطريق اللي يروح للليث من عند قهوه اسمها قهوه الجبل ولا فيه طير يحوم فوق. قالوا هذا وشو غراب ولا عقاب بعيد طبعا. قلنا لا والله عقاب. قال والله اني ما ادري هو مستور العصيمي ولا مستور القصير. قال ما يشيد الشيء لا بغى يروح راح. لا والله مستور العصيمي. قال هذا لو قلنا مثل شعر البحار اللي بغى له حفله كذا نمزح. قال مو بجيب البيت. يا طير يا طير السعد اللي ترفع الجناح لو انا جيت كذا طاقه ونقعد نغنيها نشيلها انا وصلنا الحفله وانا اكتب اكمل بيت لحنتها انت اي نغنيها على لحن قديم اساسا. نعم لحن محاوره اساسا. نعم ونشيلها. يوم جاء بعدها باسبوع ويجي برنامج من حياه البادر نروح نسجل في جده. قال مستور القصير الله يرحمه لا لا استغفر الله داعيها القصير دعنا البرنامج عنده في بلدة السر في بيته. نعم. بيته في قرية السر قرية الصوتر. نعم بطريق الجنوب شمال جنوب الطائف ومسوينا البرنامج عنده في بيت بيت القصير الله يرحمه. نعم قال يوم جاء بن شلاح قال احنا عندنا مجرور لازم نسجله محمد بن شلاح الله يغفر الله يغفر له ويرحمه ونقوم الصوف ونغنيها العصر حتى موجوده الان تطلع في البرنامج موجوده. نعم برنامج ويجي بعدها فترة والله ولا دريت غير عبد البلادي يدق عليه قال أنا بغني القصيدة. قلت خذها ثابت. وقال والله الإعلام عيب سوي لي تنازل وأروح حسين والله أنا مصدق له التنازل من مرشد البتال مطيري الله يرحمه عمدة عفيف الله يسكنها الجنة. آمين. إني مصدق له من 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 الحق ومرسله بالفاكس. يغني عبد البلادي طلعت وانشهرت. إيه انشهرت طيب بس إنها تالي صاروا ينشرونها ناس ما يحطون اسمها حبيب العاد. اي الله لكن فيما بعد صار لك تعاون مع عبد البلادي وصار لك تعاون مع الفنانين. اي والله انا كتبت كذا بس انه ما هو شيء مطلوب مني انا يعني شيء عمل اما وبريتات ولا فيه. يلا سمعنا يا طير يا طير يا طير السعدي اللي ترف الجناح. لا انا كذا ضاقت على كل الارض خليت هذا عشان وثق ابو فيصل. رحت ونجيت يا طير السعد تسبق هبوب الرياح وظن ما فيه ديره أو وجه الأرض ما جيتها من تهم مثلي تجي وتروح
ما يصعب لك المراحل، لكن يا ليت جنحانك معي يا طير، يا ليت يا ليت كله علشان ازور اللي رماني في العنا واستراح اللي علشان هالاقدام. الله عنتني وعنيته في ماضي الايام اشوفه قدم عيني في المساء والصباح، واليوم حتى اللوم اللي تجيني منه ما حيت منه ما حيته، ولا نشدت العرب ما حد يعلمني عنه وين راح، وتعبت رجلي وبنشد عباد الله بذيته. ما ادري لا وجودي لا وجودي على شوفتك مره يا ضبي البراح اللي على الاقدام عنتني عنيتها. ما ادري يا ابو عيون انت زرق العشاق زرق الرماح، ذبحت روحي على كفك برمش العين وحيت. ما تقول نغنيها انا ومستور احنا في الطريق، ما شارك ابو تركي بيت هلا سوى وحده ثانيه. ها سوى وحده هذا قال هيض علي وانا في الطائره بين السماء والسحاب. الله الله، فاللي على العلم والسيف والنخله علاماتها على الخطوط السريعة السعودية السريعة الندب والصواب يزينها في ظلام الليل يوم الدق شرات. تحمل رجال رجال ايش يقول لازم تقول بهل العقل والثياب محملة بالرجال اللي تمثلها سفاراتها طويلة والله اني ما ادري بس بنفس الطريق بس ما على نفس القافية. ابو ابو فيصل ابتعدت عن المحاورة بسبب منصبك في احد وظائف الدوله؟ لا لا ابدا، انا الشعر مارس اذا جت الصيفيه اخذت اجازه رسميه عادي. قبل ما كنت تاخذ اجازه على طول ايش توصل؟ اجازه مفتوحه. طيب احنا على وشك نهايه حلقتنا. وش نهايه؟ الله يجزاك خير، ثلاث ساعات. الله يبيض وجهك، ودنا ان الوقت يطول لكن خايفين ان السحور يفوت علينا. ها خلى السحور، اسمعني انت ما قلت تكون ثلاث بطاقات. خلينها ست. ثلاث بطاقات. البرنامج ولا ست ولا سبع ولا ثمان. ايه ها 10 بطاقات والله ما تسد. ابو فيصل معطينا لبكره 15 من هم البرنامج الثاني عندنا 10 15 حط معه ابشر والله وابشر لو خايف يزيدونها بكره. ابو فيصل يزيدون الليل يزيدون الليل عشان نعتجمه الليل 10 ابو فيصل. طيب 10 10 طيب خليكم معنا خليكم معنا. قبل ضيفنا الليله الشاعر الكبير حبيب العازمي أنسنا وشرفنا. أنا حتى البطاقات اللي أبعطيها جمهوري. أنت شوف أنت قالوا لك أربع لكن في ثنايا الحلقة خلوني أنا أول أسأل. كان مفترض الحبيب العازمي أربع لكن في منتصف الحلقة بدر العواد الله يطول عمره مسؤول العلاقات العامة في مجموعة بانوراما الطبية أرسل لي رسالة وقال الحبيب العازمي مفتوح المراجعة. أقول بانوراما هذه كلها فائدة. إيه؟ سيارة من الأميز. أخبار من الأميز. حتى في التلفزيون. بانوراما تجيك بكل علم. وإذاعة. وإذاعة كلها بانوراما. ومستشفى إن شاء الله أنها من الأفضل. إن شاء الله. لا معطينك كرت مفتوح لك للمراجعة. ها الحين خليه يعطيني يعطي جمهوري وبعدين لا أزيد. طيب 10 10 تفضل يا أبو. طيب خلونا. راح أحرك لك. أبو فيصل اليوم كان عندنا ثلاث جوائز الأمانة وطلبنا نص الحلقة قال 6. وهالحين قال 10 ويستاهل ابو فيصل ضيفنا اليوم. اعطيك حرك لك هذا ووقف على واحد. ما اشوف انا عشان اقرا. اضغط بس. لا بدون ما تقرا. يلا بس اذا تحرك وقف انت. وانا وقف. اضغط علي والله واحد. اني ما اشوف الا اسم عذر من الله ذمنكم. هذا ما ادري ضغطت. محمد البقمي. يستاهل. محمد البقمي. يستاهل. البقمي يستاهل. مرحبا يا محمد انا راح اضيفك راسلني على الخاص. اعطني القلم بندر. محمد البقمي اكتب لي بالله عليه يا ابو لحظة تفضل حيا قيو محمد البقمي الفائز الاول هذا محمد البقمي اضفتك يا محمد راسلني على الخاص يلا خذ تبون البس المناظر خذ 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 اوقف على واحد بسم الله يا الله لا هذا قناة المرقعب لا قناة المرقعب حط العكس لا يلا عطنا دور غيره ما اشوف انا هذا بسم الله من فايز العازمي يعطيك العافيه اخوي بندر اسال الشاعر الكبير فايز العزمي. العازمي اضفتك يا فايز راسلني على الخاص عطنا إيه. ابو فيصل لان الليله مع 10 لا كان فيه زياده كان فيه ان شاء الله زياده هذا ابو سيفين ونخله ما ادري شو ابو سيفين ونخله ولا لا مش هذا هو عد عليه عد انت لا تضغط على المعرفات اللي هنا اضغط على الصوره اللي تجيك على الصوره ايه بسم الله والله ما ادري ايش الصوت ياسر البقيلي
استاهل ياسر. ياسر البقيري هذا الواحد يعرف اني عارف ياسر زين قال هذه هذه فيها فيها غش. نعم انت اضغط لي على اضغط لي على الصوره هذه. طب من صوره مكه ولا خالد العتيبي ابو تركي استاهل طبعا جوائز القسائم شرائيه بقيمه 2000 ريال مقدمه من عيادات. اضغط لي على الصوره. اضغط يا ابو فيصل. هات انت جوالك ما اضغط انت ساره خلص النت ساره اضفناك راسنا على الخاص ساره فقط ساره فقط نعم سجل ساره يلا يا ساره ها. يلا خذ اضغط لك واحد هات بسم الله هذا على الصوره ان شاء الله اضغط ولا اضغط على الصوره الحربي 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 كاتب اسمه الحربي اضفناك يا الحربي راسلني على الخاص وبنضيف معرفك الان على اساس ان ذاك بزياده ابو فيصل كريم اضغط على الصوره اضغط على الصوره هذا حط على النابي هذا كبرياء رجل كبرياء رجل كبرياء تستاهلين كبرياء رجل يلا اضفناك يا كبرياء رجل السحور السحور يا ابو نايف ها السحور السحور يلا اختر لنا واحد هذا على الصوره اضغط الصورة على الصوره الواجد هذه الصورة. انت تضغط على المعرفات انا ما اشوف ابن حلال معرف ولا ولا ولا, ولا شيخ اضغط على الصوره تضحك لي والله اني صادق ما اشوف الجوال ابو سلمان ابو سلمان يلا ابو سلمان اللي بعده يستاهل ابو سلمان اضفناك راسلنا على الخاص ها بسم الله محمد بن ضيف الله محمد بن ضيف الله محمد بن ضيف الله اضفناك راسلنا على الخاص يلا يا محمد بن ضيف الله يستاهل ها اللي بعده على الصورة على الصورة أيوه فهد المقاطي أوكي خلاص فهد المقاطي أوكي أضفناك راسنا على الخاص اليوم عشر هذه عشر عشر متسابقين حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام واللي حاضرين معنا على الشاشة فهد المقاطي محمد بن ضيف الله أبو سلمان كبرياء رجل الحربي سارة خالد العتيبي ياسر القيلي فايز العازمي محمد البقمي هذه العشر موجودة وراح نتواصل إن شاء الله معكم خلال أبو نايف أضافكم أجو خاص عشان نشوف طريقة للتواصل معكم ماذا شو يقول أبو نايف ضيفنا أبو فيصل من أهرامات الشعر للأمانة ومن الشعراء المحسوبين في الساحة الشعرية كان هو ختام برنامجنا اللي كنا يعني مع بعض أيام وأول طيلة الشهر الكريم مع ضيوف وأيضا قامات الشعر وفي الإنشاد كانوا معنا طيلة هالبرنامج ختمناها مسك مع أبو فيصل أبو فيصل لك كل الشكر والتقدير على حضورك وعلى تحملك أيضا الكثير من أسئلة الجمهور وكثير من الأمور وحنا تحملناك واجد وابي أبو فيصل عشر ما قصر أكثر عدد بطاقات أنا والله أني سعيد بوجودي معكم وسعيد أني أتواصل مع ناس خلف الشاشات والله أشهد الله أني أحبهم وأقدرهم حتى لنا معارف جميع واحد يشجعني والله أني أحبه وأقدرهم ولكن يعني أعتذر وكرر اعتذاري عن أي زميل من الشعراء لم أورد اسمه وكل الثقة إن شاء الله أني ماني ماني متجاهلة لكن الإنسان في جل من لا يسهو جل من لا يسهو واعتذر ان كان فيه بعض الاجابات الخاطئه او فيها بعض التجاوز او شيء والله اني ما بعض الاشياء يعني ما ادري لكن ان شاء الله ان مجتهدين وان شاء الله ان كل مجتهد نصيب وانا اعتذر واكرر اعتذاري من اي خطا صدر مني واشكر لكم الله يبيض وجهكم ولا الربع اللي ما جت من البطاقات بعد ابو فيصل هي ثلاث حطيت عشر الله يجزاك ما شفت منها ولا اسم انا لكن شو نسوي ابو فيصل ما اشوفه قلت بلبس المناظر جميل ابو فيصل فكل حال ابو نايف قبل ما تختم ابي اشكر الجمهور تفضل والختام عند اخوي بندر لكن اشكركم انتم جمهور الكريم كنا معكم طيله ايام الشهر الكريم كنا معكم وكنتم معنا في استراحه المرقاب الكثير من الامور اللي أسئلة أي شيء تجاوزوها عنا وسامحونا في هالفترة أقول لكم عشر مبارك إن شاء الله أواخر مبارك على الجميع وعيدكم مبارك مقدما والختام مع أبو نايف الشكر لك أنت يا أبو الشكر والله لك أنت يا أبو نايف ما قصرت طول الفترة اللي معنا الله يهينك وافي والله الشكر لجميع الزملاء أنا حقيقة قلت للمخرج محمد سعيد أعطيني قائمة الزملاء اللي عملوا معي في رمضان ولكن خلوني أخربها معه آخر شيء آخر حلقة محمد سعيد
محمد سعيد ما جاني بالأسماء، لكن أذكرهم ولا أخاف أسهمهم، كل اللي عملوا معنا طاقم كبير، مصوري ومنفذي إنتاج، واللي يتعبون معنا في مواقع السوشيال ميديا، إدارة البث في القاهرة، جميع الزملاء، ما أبغى أذكر أسماء أنسى، مخرجنا العزيز محمد سعيد، لو أني اليوم زعلت عليه عشان ما جاب لي الأسماء، ضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا طيلة رمضان، أشكرهم ضيف ضيف، شرفونا في استراحة المرقاب، ونقول كثر الله خيرهم، هم أصحاب الكرم علينا، جميع الجمهور المتفاعلين معنا طيلة شهر رمضان، نقول نقدر ونجل لكم تفاعلكم وتواجدكم معنا، جميع الإشادات اللي جاتنا نحن نفتخر فيها، يمكن طوال سير البرنامج ما نذكر الإشادات اللي فينا، لكن تأكدوا أنها محل اعتزاز وتقدير من قبلنا، جميع من انتقدنا وعدل من أمورنا نشكره كذلك كل الشكر والتقدير. الضيوف اللي كانوا أو الشعراء اللي كانوا يبغون الظهور معنا ولم تتاح لنا الفرصة في استضافتهم، نقدر لهم ونشكر لهم تواصلهم معنا وطلبهم أنهم يكونوا معنا ضيوف، لكن نعيدهم إن شاء الله أننا نعوضهم في برامج أخرى. جميع الطلبات اللي أتت منكم مشاهدينا الكرام باستضافة نجوم في الشعر، النظم، المحاورة، الإنشاد، نقدر طلباتكم، تأكدوا أن سعينا وبذلنا جهد في أننا نستضيف محبيكم اللي أنتم تتمنونهم من نجومكم، ولكن كان هذا هو المتاح واللي تساعدوا ظروف الحضور معنا. ختمناها ختام مسك مع حبيب العازمي، كل الشكر والتقدير لجميع الضيوف وجميع الجمهور اللي كانوا معنا طيلة الفترة الماضية، وأكد على أنه غدا سيكون هنالك برنامج آخر في نفس التوقيت اسمه برنامج عشر بقية، وأؤكد أنه حيكون فيه جوائز برضو، مجموعة بانوراما الطبية حتحط جوائز، لكن مو بالعدد عشرة ولا العشرة اليوم راح من نجيب عام ولا حيكون حيكون على فائز في كل حلقة مع الزميل محمد الغامدي. ليالي العيد، ليالي العيد حيكون فيه إن شاء الله حلقات مميزة مع الزملاء سالم القحطاني ومناحي الحصان. ما بعد العيد سنكون معكم في برامج مميزة إن شاء الله من قناتكم قناة المرقاب، ودورة برامجية جديدة إن شاء الله أنه تعجبكم وتنال استحسانكم. كل الشكر لكم وفي أمان الله، والسنة الجاية تظرونا في استراحة المرقاب إن شاء الله في رمضان. مع السلامة. على قبل شهر صومنا سنة جفت مضاجعها، حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها. أقبل أقبل شهر صومنا سنة جفت مضاجعها، حي حي يا مهموم جيب همومك وجمعها.